فبياخدوا كومبيناتوريال ستراكشر او بياخدوا كومبلكس ستراكشر زي ما احنا شايفينه كده. فهو عندنا السيكونت الدي ده بنسميه كومبلكس شيب بتاكد از سكافولد فور موليكولار انتراكشن. وممكن تعمل كومبلكسز مع البروتينز واذر موليكولار تارجت. طب انا عايز اعرف حاجه، لو ان عندي ان شكل زي دوت بعد ما عمل الكونفورميشن كده، هل ممكن يعمل بايننج ليه؟ هل ممكن يتعرف على ايه؟ يتعرف على اي حاجه، ممكن يتعرف على بروتين، ممكن يتعرف على سمول مولكيول، يتعرف على نيوكليك اسيد سيكونس، ممكن يكون ار ان اي، ممكن يكون دي ان اي، ما حددناش حاجه ثانيه، صح ولا غلط؟ زي ما قلت لكم ادي الار ان اي ده السيكونس الاصلي، بيحصل فولدنج بياخد شكل معين، ممكن يبقى الشكل ده، ممكن ياخد شكل ثاني بلعب كده. الاشكال ايه اللي بيحددها يا جماعه؟ السيكونس. برافو عليك. ايه هو السيكونس اللي هنا؟ ايه هو مين جول؟ ايه هم اي تي سي جي؟ مين فيهم؟ ده اللي بيعمل الكونفرميشن. وهذا الشكل اللي طلع وهذا الشكل محدد وما بيتغيرش، عشان لازم نعرف حاجه كده. هذا كونفرميشن اللي بيحدده السيكونس، وكل مره لما بتعمل له انفولدنج انا ممكن اعمل انفولدنج بالشكل ده. ارجعه هنا ازاي؟ بالتسميه. لو عملت شويه حراره كل الروابط دي هتتكسر ويرجع يفرد تاني زي ما كان، ولو سبت الوقت يبدا يعمل ايه؟ كونفورميشن. اسخن يفرد تاني، اسيبه يرجع تاني كل مره على كده، ممكن مفيش اي مشكله في الموضوع ده. فبالتالي هذا الشكل بيبقى ثابت وما بيتغيرش، وقدرته على انه يتعرف على هدف وبيبدا يمسك فيه. فانا هستخدم هذه الظاهره اللي هو قدره هذا السيكونس او هذا التصنيف ان هو يعرف الهدف بتاعه ويمسك. وممكن اعمل حاجتين، ممكن اعمل دايجنوستيك تيست يعني تحليل طبي لاي ماركر في الدم انا عايز اتعرف عليه او علامه سرطان او اي مرض، وممكن استخدمه كايه؟ كميديسن، كدواء علشان اهاجم هدف معين جوه جسم الانسان واعقله عن الحركه او اعقل العمليه المرضيه اللي بتحصل من هذا الهدف. زي ما قلت لكم في سنه 1990 ثلاث جروب مختلفه في نفس الوقت تقريبا ريبورتد اكتشاف الابتمرز وطريقه تصنيعهم في نفس الوقت. ايه هي خواص الابتمرز؟ ليها هاي افينيتي اند سبيسيفيسيتي تو ذير تارجت. بمعنى ايه؟ لو الابتمر بيمسك في حاجه لو تحط له 1000 حاجه ثانيه ما يمسكش فيها، لو بيمسك في بروتين معين في وسط 100 بروتين او 1000 بروتين ثاني ما بيمسكش الا في البروتين اللي هو بيمسك فيه فقط واللي هو عنده كونفورميشن بالموليكولار ريكوجنيشن ديفكت فيه، بالظبط زي الكي واللوك زي المفتاح والايه والقبضه زي المفتاح واللوك بيخش. هل الكي سهل جدا؟ يبقى هم لهم هاي افينيتي اند سبيسيفيسيتي بالظبط قريبين جدا لمين يا جماعه؟ للانتي برافو عليك، الانتيجين انتي بادي او الاجسام المضاده في طريقه تعرفها على الاهداف الخاصه بيها. ودي حاجه مهمه جدا في الشغل بتاعي. انا عايز المضاد له هاي سبيسيفيستي وهاي افينيتي، يعني بيقدر يتعرف على الهدف بتاعه حتى لو كان موجود في كميات صغيره، وحتى لو موجود 1000 هدف ثاني بيقدر يطلع الهدف اللي هو رايح له. الهاي افينيتي والسبيسيفيستي مهم جدا. الاحماض النوويه وهم عباره عن نوعين اللي هم الدي ان ايه والار ان ايه.
طبعا عشان هم دي ان ايه وار ان ايه معمولين من نوكليوتايد ممكن نعمل لهم ايه كيميكال موديفيكيشن. امبارح اخذنا يمكن تقريبا نص محور كامل على عمليه الكيميكال موديفيكيشن للانتكسنس والاوليجونوكليوتايد. لهم ديسوسيشن كونستانت بيتكلموا بنتكلم على الرينج بتاع النانو مولر وبيكو مولر. نانو مولر وبيكو مولر حاجات قليله جدا. انا بتكلم على ديسوسيشن كونستانت يعني ايه؟ ان هو عنده هاي ده اكتر وده التارجت بتاعه بيمسك فيه بافينيتي عاليه جدا وفي نفس الوقت ما بيسيبش الديسوسيشن كونستانت بتاعه قليل جدا يعني قدرته ان هو يسيبه مش مثلا في حاجه تمسك وتروح سايبه وتمسك تاني وتسيبه هكذا لا هو بيمسك وما بيسيبش الديسوسيشن كونستانت اللي هو معدل ان هو يسيب الهدف بتاعه هنتكلم على بيكو مولر نانو مولر يعني حاجه في واحد على مليون او 1000 مليون او 100 مليون ارقام صغيره جدا. طبعا هنقارن على طول الابتمر اللي هو موجود على الشمال عندي دوت بالجسم المضاد تمام لان هما الاثنين قدرتهم على او الهدف الرئيسي منهم ايه؟ التعرف على اهداف. الامن الارضي والوظيفه الرئيسيه بتاعته اللي هو التعرف على الهدف اللي هو يمسك فيه ويسيبوه سواء لغرض تحليل ان انا بعمل تحليل وبحاول اتعرف على المصدر او لغرض دوائي او ان انا بعمل علاج وان هو بيتعرف على الهدف بتاعه ويمسكه ويحفظه. ايه هي الفوائد بتاعت الابتمرز؟ ايه الادفانتج بتاعها؟ اول حاجه هم كيميكال ستيبل عندهم كيميكال ستابيليتي عاليه ودي حاجه مهمه جدا في الشغل بتاعي. انا مش ممكن احط مرات هايله ولكنها انستيبل. انستيبل يعني ما اقدرش احطها لازم احطها او في الميزان او في التدائي ده بدايه. هم الابتمرز لا الابتمرز عندهم هاي كيميكال ستابيليتي كان دي بويد اور فروزن ويز اوت لوس اوف كيميكال ممكن يغلوا لو احتاج يعني مثلا بعمل تفاعل في حراره عاليه او في حراره جدا مش اي مشكله. دي كان ديستنجوش كلوزلي ريليتد تو باوند ديفرنت انفورميشن بيقدروا حتى لو مركبين قريبين جدا مع بعض الفرق بينهم حاجه بسيطه جدا يقدر يفرق بينهم. الجماعه بتوع الاورجانيك كيمستري نعرف حاجه اسمها انانتيومرز. انانتيومرز يعني مركبين بالظبط زي بعض ولكن هم صورة مراية بعض كده باصص نفسك في المراية حتى دول يقدروا يفرقوا بينهم. دي كان ديستنجوش بتوين انانتيومر او لو عندك صورة مراية نفس المركب يقدر يفرق بينهم. في عندنا النهارده انترفيرنس بعد كده خوف عندهم لارج سيرفيس اريا اوف انتراكشن وذ تارجت وعندهم ممكن اي سمول تشينجز في التارجت اكتر من اكشن كان ديسربت اسوسيشن. لو في اي اختلاف بسيط ما بين الابتمر وبين الهدف بتاعه البايندنج بتاعه ما يحصلش. ممكن نعمل لهم فرايتي اوف كيميكال موديفيكيشن، ممكن نعمل لهم كيميكال سينثيسيس فبالتالي مش محتاج اعمل الابتمر في حيوان زي الباز. انا الانتي بادي عشان اعمله محتاج ايه؟ محتاج انيمال صح ولا غلط؟ محتاج يا اما ماوس يا اما كامل يا اما لاما يا اما مش عارف ايه، محتاج خلايا. هنا الابتمرز لا، الابتمرز بصنعها بالكامل تصنيع كيميائي ودي برضك ميزه كبيره جدا. لو نبدا نقارن مقارنه سريعه بين الابتمر والانتيباديز ده بنعمل فيها ان فيترو سيلكشن بروسيس يعني بنعمل عمليه اختيارهم ان فيترو بالكامل. هنا بنعوز بيولوجيكال سيستم للبرودكشن. هنا ممكن يكونوا كان بي سيلكتد فور اني تارجت الابتمر ممكن اطلع ابتمر لماده سامه ما اقدرش اعمل هذا الكلام بالنسبه للايه؟ للجسم المضاد. دي كان بي بور ايمينوجينيك يعني ممكن حاجه مش كل يا جماعه الاهداف بتاعتي الموجوده في جسم الانسان ممكن اعملها جسم مضاد لان في بعضهم بيكون البروتين نفسه نون ايمينوجينيك يعني ما يقدرش يصير جسم مضاد انه يعمل بايننج له فبيسميه نون ايمينوجينيك. الابتر راجع بالموضوع دوت تقدر تعمل بايننج اي حاجه. لهم استابيليتي عاليه في الهاي تمبرنشر وبيحتفظوا بالاكتيفيتي بتاعتهم وكان بي بروديوس باي تمبرنشر زي بقدر اعمل ابتمرز ازاي؟ بعمل ابتمرز يعني تكنيك اسمه سيلكس ده يمكن تفاصيل شويه ولكن اعتقد بعض الناس الموجوده بتستفيد من هذا الكلام. التكنيك بيتقسم لاربع مراحل لايبرري كونستراكشن سيلكشن امبليفيكيشن اند كاركترايزيشن. انا عايز اوصل للفيجر ده هو ده اهم حاجه في الكونستراكشن. انا ببدا ازاي؟ بعمل راندوم سينثيسيز لابتمر لايبرري بمعنى ايه؟ بخش على دي ان اي سينثيسايزر بتاع الجهاز بتاعي وبكتب عايز اعمل ابتمر مثلا يعني طولها 25 نيوكليوتايد فبخلي الكمبيوتر يعمل لي توافق وتبديل 25 نيوكليوتايد باي سيكونس هو عايزه.
ويعمل توفيق وتباجيل ال 25 نوكليوتايد دول يطلع لي كميه هايله من الابتمرز كل واحد له سيكونس مختلف صح ولا غلط؟ ففي الحاله دي انا بعمل لايبرري في الابتمرز حوالي مثلا ممكن اعمل منهم من 10 مليون الى 100 مليون واحده. كل دوت في حدود صغيره كده. خلاص؟ لان هتبقى عمليه رابطه عمليه عشوائيه ما فيهاش اي مشكله مجرد بس اقول للكمبيوتر انا عايز ابتمر طوله 25 نوكليوتايد اعمل اللي انت عايزه. هو بيختار توفيق التبديل يعمل لك كل توفيق التبديل بتاع 25 تمام؟ طيب انا الدكتور محمد جالي وقال لي والله انا عندي بروتين مهم جدا في الخليه وهذا البروتين مهم جدا في عمل السرطان. لو انا قدرت اجيب حاجه تمسك البروتين ده جوه الخليه ما يقدرش يشتغل نقدر نقضي على السرطان. فبتعرف تعمل لي حاجه تمسك فيه؟ اقول له والله عايز انت بادي ولا عايز ابتمر؟ يقول لي والله الانتي بادي حجمه كبير 150 ملي لتر يعني 150 الف دلتر هدخله الخليه ازاي وهتعمل لي مشكله الابتر حجمها زي بيقول لا الابتر حاجه صغيره جدا حوالي 20 نوكليوتايد 25 نوكليوتايد قال لي لا انا عايز ابتر انا عملت الكيميكال سينثيسز للايه؟ للابتر وعملت حوالي 100 مليون ابتر مختلفه اقول له طب اديني يا دكتور محمد اعمل بيرفيكيشن للبروتين دوت وادهولي دكتور محمد هيروح يجيب نسيج سرطاني وبالعربي يعني كده هيحطه في الخلاط ويضربه في الخلاط بجد مش بهزر ويعمل له كده وبعدين يعمل عمليه طرد مركزي عشان يفصل البروتينات المختلفه وبعد كده يعمل جين ويطلع الجين البروتين بتاعه ويقول له اتفضل ادي البروتين بتاعي انا بتكلم بجد يعني مش عمليه تشبيهيه يعني برافو يا استاذ فهناخد البروتين دوت وهحطه على اللايبرري بتاعه ده اللي بيحصل هنا ادي البروتين اللي جاي من الدكتور محمد الكوره ديت وادي كل الابتمر اللي انا عملتهم حوالي 100 مليون ايه اللي هيحصل؟ الابتمر اللي تقدر تتعرف على الهدف دوت هتمسك فيه صح ولا غلط؟ والباقي مش هيمسكه فبعمل عمليه واش اللي مش ماسك هروح مع السلامه كل ده مش ماسك واللي مسكه في الابتمر بعمله بعد كده اليوشن يعني بحط بزود التركيز المكن شويه بحط مقر بعمل حاجه ان انا افصلهم عن الهدف بتاعي. هل انا عارف مين السيكونس بتاعهم ايه يا جماعه دول؟ لا معرفش لان دول مختارين ال 100 مليون عمليه اصلا عشوائيه معموله. فانا عايز اعرف ايه؟ عايز اعرف السيكونس بتاعهم الاول وعايز اعمل منهم كميه كبيره عشان اديها للدكتور ايه؟ محمد انا مش هجيب اربعه واجيبها اليوم ايه؟ لو عايز يهدي البلايين منهم عشان يقدر يعمل ادويه ويعبي وبيع صح ولا لا؟ فبعمل عمليه اليوشن وبعدين بعمل عمليه امبليفيكيشن بالبي سي ار اللي هي كوليبريتد تشين رياكشن. الرياكشن دوت هنتكلم عليه في بكره ان شاء الله بتفصيل ولكن الرياكشن ده عباره بالظبط تخيل كانه مكنه تصوير. لو اعطيتك ورقه قلت لي لو سمحت اعمل لي منها بليون نسخه هتعمل ايه؟ هتروح تاخدها وتحط على مكنه التصوير وتروح كاتب بليون وتك على الزرار وتسيبها تعمل مليون واحد صح ولا غلط؟ البي سي ار هو نفس الكلام بس بقول لك ادي سيكونس من النيوكليوتايد عايز منه بليون نسخه يقول لي حاضر يعمل ياخد السيكونس دوت ويحطه في البي سي ار يطلع منه بليون نسخه في قد ايه؟ ثلاث ساعات. تخيل عباره بنستخدم انزيم واحد اسمه النيوكليفريز يعمل ان سيكونس الدي ان ايه دوت بليون نسخه في ثلاث ساعات. انا بس بديك فكره على كفاءه العمليات الكيميائيه الحيويه دي ان هو الانزيم يقدر يعمل بليون نسخه في ثلاث ساعات دي عمليه مش سهله. بعد كده بقدر بعزل الار ان اي والدي ان اي واروح بعته ايه يا جماعه؟ انا بخلص عايز اعرف السيكونس بتاعه بروح اعمل له ايه؟ سيكونسنج. سيكونسنج ده جهاز لو حطيت فيه حته من الدي ان اي يبدا يعرف واحده واحده مين السيكونس بتاع انا قلت لكم السر في اي حامض نووي اللي هو ايه يا جماعه؟ السيكونس. لان هو التركيب بتاعه الاساسي يعني تم في البساطه A T C G هم دول الاربع مكعبات اللي بيتبنى منهم اي حامض نووي. السر القوة اللي بيطلع عنه البروتين اللي بيطلع عنه تركيب غريب اللي هو ايه؟ السيكونس. فأنا عايز أعرف السيكونس بس بعد ما أعمل منه كمية كبيرة جدا أبعد شوية صغيرين يحصل لهم ايه؟ سيكونس بيجي لي الرد يقول لي والله السيكونس بتاعك كذا 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 ويقول لي التسلسل بتاع النيوكليوتايد. بسألك الدكتور محمد أدي أهم السيكونس بتاعك وأدي كمية كبيرة من ايه؟ من الأبتمر عشان يعمل الشجرة بتاعته ويبدأ يحاول يعرقل عمل البروتين دوت اللي الأبتمر ده بيتعرف عليه بالفعل. ودي هي طريقة عمل الايه؟ الأبتمر. طبعا ممكن يحصل عمليه كبيره جدا، انا عشان اعمل لها بي سي ار او عشان اعمل لها كلون يعني اعمل منها عدد كبير جدا، لابد بستخدم حاجه اسمها برايمر او سيكونس مكمل عشان اقدر اتعرف عليها، وعلشان كده بختار سيكونس للاوليجونوكليتايد او الابتمر، المنطقه اللي جوه بتبقى راندمايز يعني عمليه راندم، بتختارها زي الكمبيوتر اختارها،
بس على الطرف شمال ويمين لازم احط سيكونس انا عارفه علشان لما نعمل بي سي ار، البي سي ار ده تتعرف على السيكونس دول وتقدر تعمل عمليه الامتحان. انا ممكن اعمل الابتمر، ممكن اعمله ار ان اي، ممكن اعمله ايه دي ان اي. انا افضل انا لو حسن وعايز اعمل ابتمر افضل ايه على طول، ار ان اي ولا دي ان اي؟ ار ان اي ولا دي ان اي؟ دي ان اي. ليه دي ان اي؟ لان الاستابيليتي بتاعته ثباته اكتر بكتير جدا من ايه؟ الار ان اي. الار ان اي كده النيوكليس ما خلوش موجود، الانزيمات النيوكليس تعمله ديجراديشن بسرعه البرق. فانا لو عايز لو عندي اختيار هو قال لي اختارني ار ان اي ولا دي ان اي، اقول له اختار خد ايه؟ دي ان اي، لان ثباته اكتر وقدرته على انه يخش الخليه ويقاوم الانزيمات اعلى بكتير جدا من ايه؟ من الار ان اي. العلماء يعني حصل تغييرات كبيره جدا كيميائيه في موضوع الابتمرز. هو الدكتور محمد بيقول لي طب يا دكتور دلوقتي انت اعطيت الابتمر ديت وهي هتخش تعطل البروتين، بس انا مش عارف هي فين في الخليه، انا عايز وسيله اعرف هي فين. هقول له حاجه بسيطه جدا، وانا بعمل الابتمر في البي سي ار هحط سيكونس زياده، هزود خمسه نيكروتايد ولا حاجه على الطرف او في النص او في اي حته، واعمل حاجه سيكونس ثاني مكمل له وعليه فلوريسنس. هقول مش مشكله، خد السيكونس ده وعليه فلوريسنس، لو عايز تعرف هو فين حط السيكونس ده هيعمله بيس بيرنج ويدي لك اشاره فلوريسنس ان الابتمر موجوده في الحته الفلانيه. فده بيتعمل عمليه ليبلنج. بس انا بقول لك ان عمليه ان احنا بنتحكم في الابتمر وتصنيعها وطريقه التعرف عليها وقدرات العمل مفتوحه. لان دي كلها عمليات كيميائيه عندنا قدره كبيره جدا باذن الله ان احنا نغير فيها ونطور فيها بحيث ان احنا نحقق الاهداف بتاعتنا او نخليها اوبتمايز للتارجت بتاعنا. زي ما قلت الابتمر عباره عن ايه؟ سيكونس من نيوكليوتايد، صح ولا غلط؟ احنا امبارح اتكلمنا عن النيوكليوتايد وعملنا لهم كيميكال كوديفيكيشن وقلنا ان كل نيوكليوتايد عباره عن ايه؟ نيتروجينس بيس ورايبوز شوجر وفوسفيت، صح ولا غلط؟ ممكن اعمل انا كيميكال كوديفيكيشن للكلام دوت، صح ولا غلط؟ احط البيتال جروب هنا، احط فلورين اتوم هنا، احط مش عارف ايه عشان ازود الاستابيليتي او ازود عشان قدرتها انها تعرف الاستابيليتي بتاعها، كل ده ممكن اعمله وده ممكن يحصل برضك للابتمرز علشان ازود قدرتهم على التعرف على الكلام. ممكن ان انا افصل الابتمر عن اعضاء المنطقه الابتمر اللي هم بيقدروا يتعرفوا على الهدف بتاعي بكذا طريقه، من ضمنها حاجه اسمها افينيتي كروماتوجرافي والماجنتيك بيدز، حتى لقينا ان انا طلعت كده او الماجنتيك بيدز ممكن تتدخل بحيث بحط الابتمر بتاعي على على ذره اللي هي الماجنتيك نانو مخليه دي ذره مغناطيسيه، فكلهم بيتجمعوا عليها وبعدين بستخدم مغناطيس ان انا اجمع كل البارتيكل اللي عليها الابتمر وبالتالي بقدر اعمل لهم افينيتي سيبريشن او ممكن اعمل الترا فلتريشن، ممكن اعمل جينيتور فوليسز، عمليات من كده شويه مالهاش قيمه من كده بمعنى مفهوم. الابتمر سلكشن انا ممكن استخدم فلوريسنت ليبل زي ما قلت للدكتور محمد علشان اجيب فلوريسنت تاني يقدر يتعرف على اكتر من ده فكر فيه. الاليوشن بتاع الابتمر بعد الابتمر بتاعي لما بسكت التارجت اقدر انزله ازاي اعمل اليوشن ازاي؟ عن طريق الهيت، عن طريق ان انا بحط مواد زي اليوريا او اي دي تي اي او بحط كومباتيتيف بعمل امبليفيكيشن للابتمر زي ما قلت من بي سي ار وده جاي اكشن معروف جدا في الجماعه بتوع المولتر دايجنوستيك زي خالد قدام بيعرف يعني ايه بي سي ار او بيعمل هذا الكلام على تقريبا بطريقه يوميه وهذا التكنيك هو اللي بيعمل عمليه كلونينج او بيكبر عمليه الابتمر بيعمل منه عدد لا نهائي من النسخ زي ما قلت. الابتمرز كاركترايزيشن ممكن نعمل كاركترايزيشن للابتمر بعده طرق ان انا بعمل لهم حاجه اسمها سيكونس الاينمنت. يعني ايه؟ انا لو عندي ابتمر وعايز اعرف هل هي ليها السيكونس ده مناسب بيماثل اي حاجه ثانيه موجوده عندي في الداتا بيس، انا عندي طبعا داتا بيس الولايات المتحده موجوده بتاعت الجين باك، الداتا بيس دي موجوده فيها كل السيكونسز اللي اتعملت للهيومن جينوم وللبكتيريا ولكل حاجه، كل دي ان اي او ار ان اي حصل له سيكونس بيحصل له ديبوزيشن. انا حتى اتمنى ان مره في يوم من الايام
حتى للكائنات الموجودة في المملكة أو في التفاصيل تحديدا، وحد يقدر يعمل لها سيكونسنج للجينوم أو حدد منها حتى، سواء كان بكتيريا أو فيروسات أو نباتات أو أي حاجة، ويبدأ يعمل ديبوزيشن باسم المملكة أو باسم السعودية أو باسم التفاصيل في هذه الداتا بيز. يبقى حاجة مشرفة إنك أنت تبدأ تعمل كونتريبيوشن للداتا بيز، وبيبقى مكتوب عليها اسم الفيروس. ممكن نعمل سيكونس الله عشان نعرف السيكونس ده هل له شبيه ولا ملوش. الحاجه الثانيه ممكن نعمل سكند استراكشر اناليسيس، بعرف السكند استراكشر اللي هو الكونفورميشن بتاع النيوكليوتايد دوت جاي ازاي او شكله ايه. ممكن اعمل بايتنج ستادي للفيترو، بعمل اختبارات وبشوف هل الاوبتمرز دي بتقدر تعرف على هدفها ولا لا، وبتعرف عليها كفاءه قد ايه. وممكن اعمل اوبتيمال تارجت 3 دي ستراكشر ايميشن بالاكس راي كريستالوجرافي. ده عمليه صعبه جدا ومعقده، بتاخد سنين تقريبا علشان اقدر اعمل اكس راي كريستالوجرافي لاثنين مولكيولز ماسكين في بعض. زي ما قلت الاوبتيمالز لهم فيري هاي كيميكال ستابيليتي، تقريبا ممكن احطهم على الرف حتى من غير ثلاجه. لو هم دي ان ايه مش لازم حتى احطهم في الثلاجه، مش هيحصل له اي حاجه. ودي حته مهمه جدا من عمليه التسويق او بالنسبه لو انا بستخدم حاجه في مجال التحاليل او في مجال الادويه. الاستابيليتي ممكن ازودها بان انا بعمل كيميكال موديفيكيشن زي ما قلت، او ان انا ممكن اعمل ابروتش ان انا بعمل استابلايزنج الاوبتيمال ثرو اديشن سيلكشن اوف اولوجي اوبتيمال اللي انت بتبقى قادر على اللايف جينين للاستابلايزنج. البايوبابيلتي اوف اوبتيمالز السيجنفيكانت لان هي بتافكت اتس ابلكيشن ان فيفو. لو انا عندي اخترت اوبتيمال كانها دواء وحابب اعملها حقن للبني ادم وهخش الدم، الاستابيليتي بتاعتها قد ايه؟ يعني انا مشكله صح ولا غلط ان الجهاز بيعمل ديجريديشن، فانا لازم ازود الاستابيليتي دي زي ما شرحنا امبارح في استخدامات الايه؟ الانتي سنس ار. الحاجه العاديه جدا اللي بتستخدم باستمرار حتى في ادويه عديده موجوده زي الانترفيرون الموجود في السوق كده، ان شركات الادويه بتحط عليها بوليمر اسمه ايه؟ بولي ايثيلين جلايكول احنا بنسميه فاد، وده بيزود الاستابيليتي في الاضطراب. الحاجه لما بنعمل نحط بولي ايثيلين جلايكول، قدره الجسم ان هو يتخلص من الماده الكيميائيه دي اللي هي في الحاله دي الاوبتيمال عن طريق رينال اكسكريشن بتقل. الحاجه الثانيه الهاف لايف او فتره نص العمر للدواء دوت في الدم بتزيد، وده مهم بالنسبه لي لو انا بستخدمه كدواء او كعلاج، لابد ان هو يكون له فتره نص عمر طويله عشان يقدر يوصل لهدف الدواء. البابليكيشنز يا جماعه اللي بدات تظهر في موضوع الاوبتيمال بدات تظهر في حوالي سنه 94، كميه بسيطه جدا. دلوقتي في 2008 فوق ال 10,000 بابليكيشن، 10,000 بيبر عندنا في 2008. انا معتقد النهارده لو احنا بنبص على الجراف دوت في 2014 هتلاقي العدد ايه في التضاعف. بمنتهى الهدوء ممكن تروح على الان سي بي اي اللي هو الباب نت ويب سايت وتكتب كلمه اوبتيمال وجنبيها كلينيكال ابلكيشن او اوبتيمال بس، وتشوف كم بيت هتطلع كم ارتكل منشوره في المكتبه الطبيه للدوله الامريكيه. هتلاقي عدد لا داخل تقريبا على 20,000 دولار. وده بيدي لك يعني انديكيشن قوي جدا ان هذه الجزيئات البوتنشال الحيوي بتاعها او الطبي عالي جدا في استخدامات الدايجنوستكس واستخدامات الايه؟ الثيرابيكس. احنا عملنا مقارنه سريعه ما بين الاوبتيمالز وما بين الانتي بوديز، واحنا بنقول انا شايف ان مفيش حد احسن من حد، اعتقد بيعتمد على الابلكيشن. الانتي بوديز ليها تطبيقات محدده والاوبتيمالز ليها تطبيقات ثانيه ومزايا ثانيه. انا امتى اعمل اختيار؟ امتى اعمل اختيار؟ لو عندي انتي بودي بتعرف بكفاءه عاليه على هدف، وعندي اوبتيمال بتعرف بكفاءه عاليه على نفس الهدف، في الحاله دي ابدا اقارن بينهم. في معنى ذلك انا بلتزم بالاوبتيمال او الانتي بودي لو هو قادر يتعرف على الهدف بتاعه بطريقه عاليه جدا، لان ده بيعتبر في الحاله دي احنا بنسميه جولدن موليكيول، جزيء الذهب. يعني بيعتبر مش جزيء ذهبي، ده بيبقى اكتر من ذهبي كمان، اللي بيجيب لك كميات كبيره جدا جدا من الفلوس، اكتر بكتير جدا من الذهب. فدي حاجه مهمه جدا لازم نفهمها، ان انا الهدف بتاعي ان انا احصل على مولكيول قادر على التعرف على هدف انا عايز اعرف له حاجه عشان الهدف دوت بيعمل لي مشكله في الجسم. سواء كان اقدر احصل على اوبتيمال اهلا وسهلا، عايز اعرف انت فاضي اهلا وسهلا. انا اعتقد ان تكنولوجيا الاوبتيمال زي ما قلت امبارح على تكنولوجيا عمل الاجسام المضاده من ضمن الحاجات اللي لازم اضعها في الاعتبار. لو انا بعمل سنتر للابحاث لازم ان انا اضع في الاعتبار ان انا عندي قدره اعمل اوبتيمالز وان عندي قدره اعمل اجسام مضاده. دي من ضمن التكنولوجيات اللي المفروض تكون متواجده
ليه؟ لانها هتفيد عدد كبير جدا من الريسيرشر. انا مش بقول مجموعه بحثيه واحده تعملها، المفروض الكلام ده يتعمل في حاجه اسمها كور فاسيلتي، او اللي هي الكور فاسيلتي اللي هي وحده رئيسيه او وحده مركزيه تخدم وحدات ابحاث بحثيه كتير. مش لو هنعمل هذا الكلام هنا يعني مش لازم يخدم القصيم بس، ممكن يخدم المملكه بالكامل، ممكن يخدم دول ثانيه غير خارج المملكه. يعني دي بتكون وحده مركزيه لانتاج الاكتمر، او وحده مركزيه لاكسام انتاج الاجسام المضاده، سواء بغرض تجاري او بغير غرض تجاري، ولكن ده من ضمن التكنولوجيات اللي المفروض تكون موجوده على الارض ويبدا يحصل لها تطوير على الارض. على فكره مش كل حاجه في الحاجات اللي في ال 18 محور بنتكلم عليهم انا هعمل ريكومنديشن ان هي المفروض ان احنا نستوعبها ونعملها على الارض. يعني مثلا قلت في ضروره ان احنا نعمل اجسام مضاده، ده حاجه اساسيه ولازم تتعمل ان شاء الله، او دي من ضمن الاولويات. الاكتمر نفس الكلام، لابد ان احنا نتعلم التكنولوجيا دي ونطورها على الارض. لكن مثلا المحور اللي جاي لما هنبدا نتكلم على السيكونسنج، ما عمريش ابدا هقول لك اعمل سيكونسنج، لان دي تكنولوجيا يعني معقده جدا، عايزه بارامترز مختلفه تماما، واجهزه معقده جدا، وخبره تم تراكمها على مدى 50 او 60 او 70 سنه، ما نقدرش احنا النهارده بمنتهى السهوله جدا نعمل كذا الكلام. اعتقد يعني مهدف يعني بعيد المنال جدا، فبالتالي مش هعمل ريكومنديشن احنا نعمل هذا الكلام على الارض، ونعتمد على دول ثانيه في موضوع السيكونسنج. ولكن افتروز، ولكن اجسام مضاده لا، المفروض نعمل هذا الكلام هنا ان شاء الله. او اعتقد. ده اول دواء اتعمل للابتمرز، دواء اسمه بيجر فينيد. الدواء ده عباره عن انتر هيومن فاسكولار انفيلا جروث فاكتور، ده جروث فاكتور او بروتين بيفرز الجسم اسمه فاسكولار انفيلا جروث فاكتور. خلاص الدواء دوت البروتين دوت له علاقه بمرض بيصيب العين اسمه ايج ريليتد ماكيولار ديجنريشن. المرض ده غريب جدا، بيجي للاشخاص تقريبا في عمرهم 40 سنه او بعد 40 سنه، ممكن 50 40 50 وبعد كده. عشان كده بيسموه ايج ريليتد ماكيولار ديجنريشن، يعني المرض الماكيولار ديجنريشن اللي هو له علاقه بالايه؟ بالسن. وهو مرض وراثي على فكره، انه بيثبت في فرصه معينه ويبداوا المرض بيوصل للجنريشن اللي بعده. المرض دوت هو وانت لو انت باصص لي مثلا على الدرجه باصص لي انا، بيبدا في السنتر بتاع الفيلد فيجن يحصل عمليه بلر. يعني انت شايف باصص كده عليا مثلا، هتلاقي في منطقه السنتر في بليرنج. الرؤيه الباقيه واضحه بس السنتر لا. وتبدا السنتر اللي هو بلير، يعني حاجه كده مشوشه مهزوزه، صوره مهزوزه. بعد كده كل شويه لو سبتهم من غير علاج يبدا هذا الكلام يكبر ويكبر ويكبر، وده بيسموا الكلام ده ايه؟ ايج ريليتد ماكيولار ديجنريشن. على فكره موجود، احنا كنا عاملين عليه دراسه في مصر، المجموعه بتاعتي عملنا عليه دراسه وعملنا له موليكولار جينيتك تيست. لان فوجئنا ان مفيش ولا معمل تحاليل في مصر بيقدم خدمه الموليكولار تيست اللي بيعرف ان الناس عندها هيجيلها ماكيولار ديجنريشن ولا لا. الكلام ده مهم جدا. ليه؟ لو عملت هذا الاختبار في اسره عندهم وابدا انبه الشخص خلي بالك عندك الميوتيشنز او الطفرات في الجين بتاع الماكيولا ديجنريشن هيبدا يجيلك هذا المرض، فبديله ادويه بتاخر حدوث المرض، بدل ما تحصله عند 50 سنه تحصله عند 60 او بعد كده، فبحاول اخر المرض. لو هو بيدخن او هو بيعمل اي انشطه بتنشط المرض اقول له خلي بالك، قال لي الكلام ده عشان عينيك حافظ عليها من صغرك. فحتى الاختبار دوت ما كانش موجود، هو على فكره موجود في امريكا وكده، واحنا طورنا هذا الاختبار في مصر، بس للاسف ما قدرناش ننزله كناحيه دوليه. العلماء كانوا قادرين على ان هم يلاقوا فاسكولار اندوثيريال جروث فاكتور ابتمر، ابتمر بيقدر يتعرف على فاسكولار اندوثيريال جروث فاكتور وبيعمل له ايه؟ بايندنج. لما بيعمل له بايندنج بيعطل عمليه المرض بتاع الايج ريليتد ماكيولار ديجنريشن، وده بيبقى حاليا في الدواء وهو ابروفد بالاف دي اي، وده حتى عندنا في الدواء اسمه ماكيوجين. خلاص؟ في العديد من الابتمرز اللي تم بيتم تطويرها وحاليا في كلينيكال ترايل فيز 1 و 2 و3 في كذا مرحله من التطوير، متوقع ان هم هينزلوا السوق ولهم اهداف مختلفه. في واحد فيهم ضد الاكيوت مايلود ليكيميا اللي هي سرطان الدم عز بالله، في بيركيوتينيوس كورونري انترفنشن، ثرمبيتك مايكرو انجيوباثي، كارديو بالمونري ديزيز، اند ايش ريد جنريشن، في كذا واحد.
فده لسه بالابتمالز الادويه المقطعه ان هي تنزل السوق قريب في خلال السنوات القليله القادمه المبنيه على استخدامات الابتمالز. هل زي ما انا قلت الابتمالز ده تسلسل القابض النووي قادر على التعرف على الهدف وان هو يمسك فيه؟ هل ممكن اعمل بيه دواء؟ زي ما عملنا الايج ريتد مايكرو ديجنريشن وقد اكتوبر الاف دي ونزل السوق بالفعل وبيستخدم في علاج المرضى. ممكن استخدم الابتمر في مجال التحاليل الطبيه اذا تطور تحاليل طبيه معتمده على استخدامات الايه؟ الابتمر. ده اختبار اسمه ايلونا او انزايم نيكد اوليجوكليبتايد اسي. الاختبار ده بيعتمد على استخدام جسم مضاد علشان يمسك الخرائط او الهدف بتاعي وبعدين يتم التعرف على الهدف من الناحيه الثانيه بابتمر. فيبقى الهدف بتاعي معمول له سندوتش من ناحيتين، من ناحيه ابتمر ومن ناحيه ثانيه بايه؟ بجسم مضاد. طب حد هيقول لي طب استخدمنا جسم مضاد ليه طالما عندنا ايه؟ ابتمر. الديزاين بتاع الاسي محتاج تو بايندرز، واحد يمسك عشان يطلع الطاج دوت من السيره اللي هو مليان بالبروتينز كتيره جدا، وواحد ثاني عشان يعمل ايه؟ ديتكشن، يكون عليه فلورسنس او ليبل اللي هو بيقدر يتعرف ويديني اشاره ان الطاج ده موجود. ممكن استخدم الابتمرز مع الكوانتم داتس، واتكلمنا على الكوانتم داتس امبارح اللي هي بتديني الوان مختلفه، فممكن اعمل ليبل اكتر باستخدام الايه؟ الكوانتم داتس، وبالتالي يبقى عندي ابتمرز كل واحده ليبل بكوانتم دات مختلفه وتقدر تعرف اهداف مختلفه، وبالتالي تديني كل واحده تديني اشاره مختلفه لو عرفت الهدف بتاعها. ابتمرز في الدياجنوزس احنا قلنا نفس الكلام في بالنسبه للهباتيتس سي. طلع في اسي تحت التطوير دلوقتي باستخدام الابتمر بيتعرف على الهباتيتس سي فيروس برضك باستخدام الابتمر. في الانريتيكال ابلكيشن احنا قلنا الابتمرز ديت جزيئات عاليه التخصص وليها افينيتي عاليه جدا والديسكريبتيشن باور عاليه جدا، بتقدر تفرق ما بين يعني مركبين لهم نفس التركيب الكيميائي بالظبط، ولكن الفرق الوحيد بينهم ان هما ميرور ايمج اوف ايتش اذر، اكن مولكيول باصص في المرايه وهو نفس التركيب الكيميائي، بس الفرق الوحيد ان هما مش زي بعض بالظبط، صوره مرايه ببعضهم. الابتمرز قادره على التفريق ما بينهم، نسمي الكلام ده ال ونسمي الكلام ده دي انانتيوم. اخيرا ممكن استخدام الابتمرز في البايو سنسرز او المقاسات الحيويه، ان هي بعمل ابتمر وبحط عليه نفس الكلام كوينشنج موليكيول وفلورسنس، لو لقى الهدف بتاعه بيمسك معاه بيبعد الفلورسنس عن الكوينشر وبالتالي بقى بشوف الفلورسنس سيجنال. في الاول بيبقى الكوينشر جاب الفلورسنس زي ما شرحت امبارح وبيحصل عليه كوينشنج للفلورسنس، لان في عندي كوينشر اللي في الحاله دي ممكن استخدم ايه يا جماعه؟ جولد نانو بارتيكل تعمل ايه؟ تعمل كوينشنج للفلورسنس. لما بتعرف على الهدف بتاعه بيبعد الفلورسنس من الكونشر وابدا اشوف الفلورسنس سيجنال. ممكن استخدم الابتمر مع الجولدن بارتيكل الثاني علشان اشوف هدف، لو لقوا الهدف بتاعهم واتجمع حواليهم هيحصل اجريجيشن للجولدن بارتيكل، والجولدن بارتيكل تغير لونها من احمر الى ايه؟ الى ازرق زي ما شفنا امبارح. ممكن استخدم الابتمرز في الدراج ديليفري باستراتيجيه مختلفه، ان انا بحط الدراج بتاعي مع الابتمر وبدا يتعرف على الهدف بتاعه ويدخل الدواء بتاعه للخليه. واخيرا ممكن استخدم الابتمرز في مجال الانفيفو ايمجينج، نتيجه برضك لحجمهم الصغير الابتمرز ممكن احط عليه فلورسنس وبيقدر يخش جوه الخليه وبيمسك الهدف. جماعه بتوع الاناتومي او اللي بيعملوا بيه هيستو كيمستري ممكن يستخدم الابتمر كجزيء صغير عليه فلورسنس يخش جوه الخليه ويمسك الطرد بتاعه ويدي لك فلورسنس سيجنال بيعرفك الطرد بتاعك موجود فين. شكرا. يا سلام. بالنسبة لقسم الطالبات، في أي سؤال؟ قسم الطالبات، لو في سؤال الدكتور. اتكلمنا على الدي ان اي ابتمر والار ان اي ابتمر.
السؤال بس طبعا الدي ان اي اكتر بس الار ان اي اكتر باستخدامات افضل من الدي ان اي بعض الحالات يعني. فالسؤال ممكن يستخدمه الار ان اي اكتر ممكن يستخدمه وازاي ممكن نخليها اكتر سبيسيفيك ممكن نحوله مثلا بعد كده دي ان اي ممكن اولا نستخدم ار دي ار دي بس في الحاله دي هنعمل التكنيكس اللي عملناها امبارح في الكيميكال ميديكيشن وده النهارده يعني ما عودش حاجه كتير بعد كده هنتكلم فيها امبارح الار دي اكتمرز هنستخدم نفس الكلام بالنسبه للاساس هبدا اعمل ميديكيشن للفوسفوليس لينكج عشان ده الاستبريك بتاعتها ممكن اعمل سلفر اتوم علشان ابدا اخلي البوند موليزيس كرييت ممكن اعمل كيميكال ميديكيشن على الرينج سواء على الكيلوسايكل اللي مش على الجينيتال سبيس او على الريبوز شوجر او ان انا بغير عمليه الريبوز مع الفوسفوليس البوند بيبريبير لينكج كل الاستراتيجي اللي هي بتساوي الايه؟ الاستابيليتي بتاع الاكتمر واحتفظ بان انا معايا ايه؟ ار ان اي لايف مرصاصة صحية
بالظبط كده هتمسك التارجت بتاعه وهتمنعه عن العمل اللي هو بيعمله بيأذي التاني سواء انه بيخلي بيمشي عمل بيؤدي الى اكتيفيشن اوف كانسر او ترانشيت للفرخات الخليه او ان هو بيعمل وظيفه المفروض ما يعملهاش او دي حاجه جايه من بره داخله وانا مدخله الابتمر عشان يمسكها ممكن يكون فيروس داخل جوه الخليه وعنده فيه ابتر بيمسك في الفيروس دوت بحط الابتمر عشان يمسك الفيروس دوت ويعقله على الحرب بدل ما يقدر يعمل شيء I'm sorry. تمام. ده شيء تمام. أولاً الأبتمرز زي ما قلت ممكن يعمل بايندينج لأي حاجة سواء كان جين أو كان بروتين أو كان سمول موليكيول أورجانيك موليكيول حتى لو كان بيتا آيون بنلاقي الأبتمرز تمسك أي حاجة. فبالتالي الهدف بالنسبة لي مش مشكلة. يعني نوع إيه الهدف أنا ما يهمنيش. لأن أنا يهمني الشكل النهائي للهدف شكله إيه. هل عامل كده هو ده المهم بالنسبه لي وهل الابتمر بتاعي بقدر اتعرف عليه ولا لا خلاص. ولكن انا لو عايز اتعرف على جين كبروجنوستيك فاكتور للكانسر او خلافه طب انا عندي 500000 سكه وعندك خالد قدامك بكرسيين عنده 500000 حاجه اسهل بكتير جدا ان انا اعمل ايه ابتمر. ممكن اعمل بي سي ار ممكن اعمل ريفلكت ممكن اعمل سناب ديتكشن ممكن اعمل ميتيشن سكرينينج ممكن اعمل 500 تكنيك موجودين على الارض اسهل واسرع من الابتمر في الحاله اللي انت حددتها لي دي بالظبط ديتكشن اوف جين از بروجنوستيك فاكتور اوف ديزيز. فبالتالي ما احنا دايما نخلي بالنا في 500 حاجه او يدوي بيكون في عده وسائل ان انا اوصل للهدف بتاعي او احقق الهدف بتاعي. انا بعمل انهي واحده فيهم؟ انا بعمل اقول لك انا بعمل ايه؟ الاسهل والارخص والاسرع. يعني حتى مثلا يجي طالب يقول لي ايه؟ انا هستخدم النانو بارتيكل علشان هو فرحان خالص بقى، هستخدم النانو بارتيكل علشان يعمل مش عارف ايه وايه؟ قلت له طب وليه كل ده؟ طب انا ممكن اعمله كده. قال لي ايوه بس ده نانو. قلت له انا مالي ان نانو مش نانو؟ احنا بندور على حل للمشكله. والحل ده لازم يكون ايه؟ رخيص وسريع وسهل. نعم؟ وقفلت طبعا، طبعا مش لازم اناقش. انا بتكلم على الافشنسي دي رقم واحد. انا بتكلم على بعد لو انا عندي الابتمر هتقدر تعرف الجين بتاعك ده بافشنسي اعلى؟ لا طبعا. كل سنه طيب يا خالد من جرامين ما اعرفكش هنكسر على طول من الابتمر صح ولا لا؟ انا دايما بنفكر يا جماعه وعلى فكره بس في نقطه مهمه عايز اتكلم عليها دايما نفكر لو تك. دايما نفكر ايه؟ لو تك. حاجه الحل انا بعمل حل سواء انت مهندس او صيدلي او اي حاجه وعندك مشكله بتحاول تلاقي لها حل. حاول دايما تفكر في الحل ده يكون لو تكنولوجي، ما تدورش دايما على كومبلكس تكنولوجي. حتى في امريكا كانوا دايما يقولوا لنا احنا بنعمل كل حاجه بس يقولوا دايما اعمل لي انا عايز لو تك سوليوشن. يا ريت الحل بتاعك ما يعوزش كهرباء ولا يعوز ميه ولا اير كونديشن ولا حاجه واقدر احل المشكله. ده بالنسبه له دي حاجه بيج فيشن. لانك انت السيستم بتاعك هنا ما يحصلوش بريك داون. لو انا السيستم بتاعي عندي جهاز محتاج كهرباء عشان يشتغل ومحتاج اير كونديشن لو الحراره زادت هيولع ومحتاج مش عارف صيانه مش عارف ايه ده جهاز معقد جدا والمينتنس بتاعته مكلفه وما اقدرش انشره في كل حته لان عايز انفراستراكشر عالي ومعقد. ولكني لو اقدر اعمل حاجه صغيره قد كده وتؤدي نفس الغرض مش عايز الحاجه. فاحنا دايما نفكر حل المشكله باسهل وارخص واسرع فلوس. انا اقول دكتور انه البي سي ار او اي تكنيك مولكيولر تكنيك كان ديتكت اور كان بي يوز فور ديتكشن اوف جين. لكن انا اتكلمت عن ابتمرز لانه انت كبرت اتكلمت عن انه مور سبيسيفيك او مور سبيسيفيك. لا يعني هو ليه مور سبيسيفيك ومور سبيسيفيك انا بس دي النقطه. تمام. بس هو برضه عندنا تكنيكس كتيره جدا في المولكيولر السنسيت بتاعتها بنتكلم على بيكو مولر بنتكلم على فيكو مولر سنتيك سبيسيفيك يعني بنتكلم على سنتيك عاليه جدا في نعم وكمان في جين سيكونسنج كمان يعني في عندنا تكنيكس في المولكيولر يا جماعه فيري باورفول.
مش محتاج خالص ان انا اخش اكتمال، لان الاكتمال تكنولوجي تكنولوجي بلاتفورم زي ما قلت، واعتقد انا يعني اقبل ان اشوفها في مجموعه بحثيه عامله كل فاسيلتي للاكتمال وكل فاسيلتي لكل الاكتمال. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. I have two questions. One, how can he imagine the finding of the aftermath? Amen. And second thing, is there any role of the blocking here so that we can assure the effective binding of the aftermath? Bravo. Okay. That's all in, these are two, I will answer in English, if you want to speak in Hebrew. I think these are two excellent questions. We can assess binding of aptamers to their targets, or binding of antibody to their antigen, or binding of a hormone to its receptor, or binding of biofilm to strip the evidence, or binding of any two molecules to each other by using sensors called the VIACORE. The VIACORE sensor, I'll explain surface plasmon resonance imaging. These are instruments. The sole purpose of this equipment is to measure the affinity constant between any two molecules. I put the target on the surface of the surface plasma resonance imaging machine. And the solution is the optimal scheme. How the optimal is it? It has a signal. A signal will appear that a binding has happened, and it will reflect the affinity of the aptamer to its target. يعني لو مسك بطريقه ضعيفه هتبقى سيجنال صغيره، small signal. If it's a strong binding, high affinity binding, this will give you a very sharp key. This is one question. What are the other ones? The docking, yes. I agree with you. This is in silico and computer based assessment of binding of aptamers to their target. I'm not sure, I think you will need a computer program. To with all the optimal sequence here, and I know two of my students, they work on drug design. And we use existing databases that has all the chemical compound, and then but you will need the 3D structure of your protein. If you don't have the 3D structure, nor should be resolved by X-ray crystallography, you'll have a problem. So I think number one, you need to have the X-ray crystal structure of your target. So you'll be able to find this on the internet, yeah, the database, and then you need to find a database of the different aptamers, and then try debugging and see if this is available. So I think the quick answer is yes, you can and you should do this. But the second disclaimer would be: are there databases for aptamers publicly available? I know there are databases, but are they publicly available for you and me to play with it? I do not know. But there is a group in Germany, I can't remember the name of the guy now, who actually one of the inventors of the Celex technology. And if you want to do this, I think you just should download this paper that has the Celex, just write Celex in Hotmail, and you download the paper, correspond with the corresponding author, and ask him about database, and he should give you a full answer. He might invite you actually to go there and do docking if you are a computer science and expert in doing this. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ المحور الثاني. المحور الثاني النهارده إن شاء الله بنتكلم على تحليل تسلسل الحمض النووي اللي هو عملية السيكونسين. دايماً النهارده امبارح وكل وقت وفي أي وقت هتسمعني تاني دايماً بقول لك دايماً كلمة السلف إيه؟ في السيكونس. فإحنا كلنا عايزين نعرف عندي جين أنا إيه مشكلتي عايز أعرف إيه؟ السيكونس. إن هو السيكونس ده بيقول لي الجين ده بيعمل إيه؟ أو ما بيعملش إيه؟ أو هل السيكونس صح أو غلط؟ صح ولا غلط؟ ما عندي الجين بتاع الانسولين جين. هل الجين بتاع الانسولين عارف السيكونس بتاعه؟ لو عندي مريض ثاني عنده سكر وبصيت على الجين بتاعه ولقيت السيكونس ملخبط اعرف ان ده سبب السكر اللي عنده، ان الجين بتاع الانسولين فيه ايه؟ فيه لخبطه ما بيعملش انسولين كويس، صح ولا غلط؟ فاحنا طول النهار او طول الوقت عايزين نعرف ايه؟ السيكونس.
احنا كهيومن الجينات بتاعتنا السيكونس بتاعها ايه محتاج اعمل ايه سيكونسينج البكتيريا دي او النبات دوت عايز اعرف الجين بتاعه شكله ايه بعمل طبعا ايه سيكونسينج لازم اعرف السيكونس بتاع الجينات اللي هي مسؤوله عن الفينوتايبس كله اللي احنا شايفينه ده. المحاضره ديت ليها طبعا يعني تكنيك يمكن شديد شويه بطبيعه السيكونسينج ودي التكنولوجيا المعقده جدا وفيري كومبلكس سيستم للسيكونسينج وهتشوف بعض الحاجات. انا عندي حد جبت اثنين انيميشن عشان بس نخلي الموضوع لايت شويه ولكن طبعا ما زال معقد. الفكره ايه؟ الفكره ان انا عندي سيكونس من النيوكليوتايد اي تي سي جي 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 انا عايز انا مش عارف ده ايه عايز اعرف ده ايه. فببعت السيكونس ده للشركه، الشركه دي بتبدا تعرف في تبعت لي ايميل الرد بيجي لي في ايميل لما بدفع لهم مثلا 600 دولار او حاجه عشان يعملوا سيكونس لحاجات. الخدمه اللي انا باخدها في الاخر بيبقى عباره عن ايه؟ ايميل ده هو ده الخدمه اللي بدفع عليها 600 دولار او 800 دولار او كذا. الخدمه بيدي لي ايميل عباره عن ايه؟ حروف كتيره اي تي سي جي 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 بس كده انا اتاتشمنت وتصرف يا عم. هو ده اللي بدفع عليه. انا بدفع لهم حته ببعت لهم حته من الدي ان ايه بتاع الجين اللي انا بدور عليه ولا انا مهتم بيه ببعت لهم في 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 صندوق كبير كده عشان التلج ومش عارف ايه وهم بيبعتوا لي الرد في الايميل وكل سنه وانت طيبين عليه. فهنبدا نعرف نمره واحد ليه احنا محتاجين نعرف الدي ان ايه سيكونس ونمره اثنين السيكونسنج بيحصل ازاي وهي دي بقى مشكله كبيره حتى في المحاضره النهارده لان العمليه الجينيتيه يعني معقده شويه بس دي انيميشن لايف كده ان شاء الله تتردد في الجو شويه. وفي الاخر خالص بعد ما بيجي لي السيكونس انت فاهم المشكله خلصت؟ المشكله ما خلصتش شوف قلب بيطلع. ليه المشكله ما خلصتش؟ دي المشكله لسه بس بدات تبدا. لان كده هيجي لك فايل مليان حروف 3000 حرف كله اي تي سي جي 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 مش عارف هتعمل ايه ان شاء الله؟ طب خلاص عندك ممكن تكتب لك 500000 حرف تعمل بيهم ايه؟ It does not make sense. لازم تبقى تبدا انت تعمل بيهم ايه؟ سنس. في الحاله دي بقى حد ايه؟ بايو انفورماتيشن الاخ اللي كان موجود امبارح اللي هو كمبيوتر ساينس وعايز يخش بيولوجي هيبقى دي شغلته ان هو ككمبيوتر ساينس هيبدا يعمل كمبيوتر الجوريزم وكمبيوتر بروجرام وسوفت وير ان هو يعمل اناليسيس للسوفت وير ده للسيكونسز الرهيبه دي ويبدا يعمل منها سنس تو ميك سنس اند تو ميك فاليو اوت اوف دي سيكونسز. اتفقنا على الامر؟ مسؤولين عن السوفت وير قلت لكم بسم الله الرحمن الرحيم اجين دي ان اي سيكونسنج از ابلايد في سيفرال ديسيبلين مجالات كتيره جدا جدا مش هتتخيل الدي ان اي سيكونسنج محتاجينه فيه. اول حاجه موليكولار بيولوجي ريسيرش ده حاجه يعني بدائيه ومالهاش علاقه بيكم يعني مالهاش علاقه مش بيكم يعني ايه مالهاش علاقه بالشخص العادي لو انا شخص عادي مالهاش علاقه بحد بيعمل موليكولار بيولوجي ريسيرش. لو حد بيعمل مولكيولر بيولوجي ريسيرش ده يعني مجموعه صغيره جدا من المجتمع بتعمل مولكيولر بيولوجي ريسيرش او ريسيرش على جينات ودي مجموعه محدوده. ولكن ومجموعه ثانيه بتعمل ايفوليوشنري بيولوجي. مجموعه ثالثه بتعمل جينيتك تيستنج زي دكتور خالد مثلا. مجموعه رابعه بتعمل ميتا جينومكس، مجموعه خمسه بتعمل فورنزكس، دول بقى لا فورنزك ده بقى مش هزار بقى خلاص، ده طب شرعي. الله؟ طب شرعي محتاج يعمل سيكونسنج؟ طبعا يا بيه امال ايه؟ مش هقول لك عندنا جريده اكل ولقوا شعر عرفوا مين اللي كان موجود؟ ازاي ده ان شاء الله؟ عرفوا دي ان ايه وعاده بيسلموا ايه كمان؟ سيكونس. البارنتال تيستنج، البارنتال تيستنج علشان يعرف اختبارات المدن وطبعا دلوقتي يعني دلوقتي يعني انا كنت مره يعني قصه غريبه مع واحد زميلي يعني بيعمل البارنتال تيستنج دوت فوجئنا لقينا واحد جاي وجاي بنتين صغيرين جاي يعمل لهم بارنتال تيستنج وقايل لهم في البيت وفاهم البنات صغيرين ان هو جاي يعمل تطعيم بيطعمهم ان هو هياكل منهم عين الدم فهو مش عارفين بيعمل لهم فجاه ده تطعيم وهو مش جاي يعمل تطعيم وهو جاي يعمل اختبار بنو ولو انا قصدي اقول لك ان حتى الشخص العادي في المجتمع بدا يعرف ان ايه في اختبارات بنو بتاع او خدمه وبيستخدموها بالفعل. انا كنت مره مثلا على المحكمه في اسيوط قبل دليل مادي لبنو الطفل دي ان ايه تيستنج
فانا بقول لك على قد ايه دي حاجه مش للناس المتعلمين، دي حتى الناس العاديين والمصطفى والمحاكم العاديه والقرى العاديه بتبدا تاخد هذا الدليل، فهذا كلام بنستخدمه. sequencing of life. انا عايز اعمل سيكونس، عايز اعرف السيكونس بتاع الحياه كلها. شوف الشجره دي فيها كل حاجه، يعني جميع انواع الحيوانات والنباتات وحتى البلاد في النص، كل الكائنات الحيه دي انا عايز اعرف الجينوم بتاعها ايه. على فكره في ملحوظه اتلاحظت ان النباتات الجينوم بتاعها اكبر من الانسان او حتى من الحيوانات. حد يعرف مثلا يديني حتى تفسير ليه النبات الجينوم بتاعه كبير جدا؟ هو مش بزور ولا حاجه يعني، مثلا سؤال ثاني. لا مش ما طيب عمره اطول. لا هو الفكره ان النبات قاعد في الحته اللي هو فيه ما بيمشيش. يعني الحيوان قاعد الدنيا تشتي الدنيا مش عارف ايه ممكن يمشي يروح حته ثانيه. النبات قاعد هو ما بيمشيش حاجه. فالجينوم بتاعه كبير عشان يديله قدرات ان هو يقاوم الايه؟ التاثيرات العاليه. يعني ده من ضمن الحاجات اللي in molecular biology research بنستدي ذا اورجانيزيشن اوف ذا جينوم. الجينوم متركب ازاي؟ عندي مثلا انا كانسان حاجه و20,000 جين، 23,000 جين، مترتبين ازاي؟ ايه وضعهم بالنسبه لبعض؟ هل مترصصين حوالين بعض؟ انت عارف الجينوم بتاعي معظم السيكونسز الموجوده فيه دو نوت كود فور بروتين. عارف لما بتطير بالطياره وبتبص حد بيجي بيبص في شباك الطياره وبتخافوا؟ بتلاقي ايه؟ بتلاقي مدينه صغيره والباقي كله ايه؟ صحراء حواليها كده صحراء ولا وكل مدينه صغيره دايما يعني كده زي جزر كده اللي هي المدن او المناطق اللي فيها سكان. ده تقريبا نفس الكلام بالنسبه للجينوم بتاعنا. الجينات او السيكونسز اللي هي بتعمل بروتين او كده زي المدن الصغيره دي والباقي سيكونسز كثيره جدا حتى بيسموه جنك دي ان ايه؟ دي ان ايه؟ احنا مش عارفين له ايه؟ فلجه. ده بالنسبه لل 6 بليون بيزس الموجوده في الهيومن جينوم. فانا عايز اعرف الاورجنايزيشن بتاع الجينوم، الجينات دي مترتبه ازاي؟ مين موجود جنب مين؟ الكلام ده ما نعرفوش الا بالايه؟ الا بالسيكونس. ايدنتيفاي وات بروتينز ار اكسبريس، مين جينز شغاله وبتطلع بروتينز ومين مش ايه؟ مش شغاله. ايدنتيفاي نوفل جينز اند ذير اسوسيشن فينوتايب، في عندي جينات جديده سواء كانت في بكتيريا مثلا بيجيبوا بكتيريا من قاع المحيط وبيعزلوا منها انزيم علشان يعمل منظف صناعي. عشان عنده قدره ان هو ياكل البقع مثلا. فاحنا عايزين نعرف الجين ده سيكونس بتاعه ايه علشان ابدا استخدمه صناعيا وابدا انتج الانزيم ده وابدا استخدمه في الاستخدامات بتاعتي. Identify new potential targets. كل دوت من استخدامات السيكونسنج في المولكيولر بيولوجي. في الايفولوشن البيولوجي مهم جدا ان ابص على الجينومز بتاع الكائنات المختلفه، انا عارف الموضوع الايفولوشن او التطور في طبعا علامات استفهاميه دينيه وغيرها، بس ده من ضمن البحث العلمي اللي هو بيشوف هل ان الجينومز بتاع بعض الكائنات مرتبطه ببعضها ولا حصل ايفولوشن سبليت من مئات الملايين السنين مثلا ولا لا. مهم جدا انك تشوف الجينوم، يعني مثلا لقينا ان في جينات معينه في جسم الانسان من فترة طويلة جدا وهي موجودة زمان زي الهيموجلوبين مثلا او جلوبين جين موجود من اول خالص ما بيحصلوش موديفيكيشن، كل ما يحصل موديفيكيشن بيحصل سبلات في الشرع زي فرق الشرع ده فرق تاني. فمهم جدا انك تعرف اسوسيشن او كورليشن ما بين ديفرنت اورجانيزم. الجينيتك تيستنج في الاختبارات الجينية زي خالد بيعملها وزي اخر مره بنتكلم ان احنا ممكن ندور على السيكونس برضه لو عندي جين حصل فيه ميوتيشن مانيش عارف انا حتى حصل فيه ميوتيشن فبعمل ايه للجين ده كله يا جماعه؟ بعمل له سيكونسنج واقعد اقارنه بالجين الاصلي واعرف انه النيوكليوتايد حصل لها ميوتيشن. هل كانت جي وبقت سي ولا كانت جي وبقت تي ولا كانت جي وبقت ايه؟ ايه اللي حصل؟ وانه واحده فيهم اللي اتغيرت علشان نعرف نعمل ايه المشكله ونعرف ايه المشكله. حاجة تانية الميتا جينومكس، الميتا جينومكس ده مجال جديد بيحاول يدرس المجتمعات الميكروبية في مناطق معينة في الدنيا زي مثلا قاع البحر الأحمر عندنا هنا في السعودية وفي السعودية ومصر في مجتمعات بكتيرية عايشة مع بعضها وعايشة مع بعضها تحت كمجموعة فبيسموا الكلام دوت إن أنا بقدر أعرف السيكونس بتاعهم كمجموعة ما بقدر حدودي طب نطلعهم ونزرعهم بره ما بيتزرعوش ما ينفعش تفصلهم عن بعض وتزرعهم، ما بيتزرعوش، هم وجودهم مع بعض كمجتمع، فأنا عايز أعرف
التسلسلات الجينيه بتاعتهم هم مع بعض. ودي حته فيري انتريستنج لان في احتمال كبير جدا اكتشافات ادله علميه هائله في هذا المجال. وزي ما قلت جامعه كارس اللي هو كده عضو البيست ساينس تكنولوجي والجامعه الامريكيه مشاركين في هذا المجال. في البيتا جينومكس انا ممكن اجيب عينه من التربه زي اي حد هنا في الفصيل مثلا لو عايزين تعملوا حاجه خاصه بالبيتا جينومكس. هنا ببص على اي بيئه ممكن بيئه غريبه يعني مثلا كانوا بيبصوا على حته الملوحه فيها عاليه جدا او فيها احماض عاليه جدا ومع ذلك في بكتيريا عايشه. لا دي احماض لا يمكن كان حد يستعملها. ازاي بكتيريا عايشه؟ هم عاوزين يعرفوا البكتيريا دي الجينوم بتاعها شكله ايه؟ لان عندها خواص غير طبيعيه عايشه في مناطق غير قابله للحياه اصلا زي وجبه القاع البحر الاحمر قاعدين فوقيهم مش عارف 2000 3000 متر ميه. انت عارف يعني 3000 متر ميه ضغط قد ايه؟ وهم عايشين تحت وعايشين ملوحه عاليه جدا مش عارف 20 30 مره الملوحه العاديه حراره عاليه جدا. يا سلام يعني الكائنات دي تحت ضغط شديد جدا عالي وتحت حراره عاليه وملوحه عاليه وكذلك عايشين. احنا اكيد عايزين نعرف الجينوم ده شكله ايه والسيكونس بتاعه ايه لان ده اساسا هو يعني ظروف غير معتاده للحياه اصلا. حاجه ثانيه ممكن اجيب بكتيريا من معده الانسان. طب هو انا كمان ميتا جينومكس ايوه احنا عارفين ان في مشروع جديد اسمه المايكروبيوم. مين سمع عنه؟ جماعه الميكروبيولوجي. المايكروبيوم جسم الانسان على فكره بيعتبر زي منطقه سحاب. ومين اللي ساكن؟ بكتيريا. عشان تبقوا عارفين في مناخيري وفي بطني وفي بطني شويه. احنا منطقه سحاب ومأجرينها لمين؟ للبكتيريا. فدلوقتي في مشروع اسمه ايه؟ هيومن مايكروبيوم. اللي هو ايه؟ يعني عايزين نعرف كل البكتيريا اللي عايشه عندنا مين؟ عشان على الاقل ناخد منهم بكره او حاجه مثلا في الشهر. فده مشروع كامل جدا عشان يدرس البكتيريا اللي عايشه في جسم الانسان. فده من ضمن الحاجات اللي ممكن اشتغل عليها. ممكن اخد عينه من المحيط او من التربه العاديه وابدا طبعا مصفى كده تشيل الطوب والحاجات اللي هي لازمه وابدا اوصل للكائنات الموجوده وابدا اعمل ايه؟ اطلع الجينات بتاعتها وابدا اعمل لها عمليه كلوننج بالبي سي ار او كده وابدا اعمل عمليه ايه؟ سيكونسينج واشوف سيكونس ده بره. دي موضوع الايه؟ الميتا جينومكس. في الفورنسيك والطب الشرعي السيكونسنج بيبقى مطلوب في كذا حاجه علشان ابدا اعرف ايه الانفستيجيشن الكرايم سين او حتى لو كان عندي ديزاستر لا قدر الله حريق او كهرباء او اي حاجه من الحاجات دي. وفي عندي طبعا ما اعرفش انتوا يعني شفتوا معمل الطب الشرعي ولا حاجه ولا لا يعني ربنا ما يوريكم يعني معمل الطب الشرعي ما حدش يحاول يفتح الثلاجه اللي فيه. الثلاجه فيها عباره عن بيتس اند بيسز اوف هيومنز بطريقه بشعه. ف بناخد الدي ان اي دوت وبيحصل له عمليه سيكونسنج عشان يحصل مطابقته بالقرايب. يعني ممكن لو عندي مثلا واحد والدته موجوده او هو موجود باخد منهم عينات وبعرف بقى عمليه ايه عشان اتاكد ان هو الشخص اللي كان موجود واقول ان هو فعلا اتوفى مثلا ما كانش له وفاه وكده. مطلوب برضك عمليه السيكونسنج في البارنتال تيستنج عشان يعرف اثبات الجنوب وان هو الطفل. ودي برضك حاجه من ضمن الحاجات اللي بنوصف فيها سيكونسنج. في طرق تانيه للعائله وفي طرق سريعه وفي طرق دقيقه اكتر اللي هي السيكونسنج. طيب احنا كده عرفنا ليه احنا محتاجين سيكونسنج. زي ما شفنا تطبيقات السيكونسنج كتيره جدا في اكتشافات الادويه في اكتشافات مواد بيولوجيه ذات فائده صناعيه في الطب الشرعي في غلافه في تطبيقات كتيره جدا محتاجين فيها سيكونسنج في البوست طبعا. طيب هنعمل سيكونسنج ازاي؟ دي حته تقيله شويه هناخدها بالراحه كده. في عندي ثلاث اجيال من السيكونسنج. السيكونسنج دي بتحصل في جهاز اسمه سيكونسنج. خلاص؟ طيب انت متخيل يعني انا لو عايز لو اعطيتك سبحه وقلت لك اعرف لي قلت لك السبحه دي معموله من اربع حبايات، حبايه زرقاء وخضراء وصفراء وحمراء مثلا. واعرف لي السيكونس بتاعها عايز اعرف كم واحده حمراء وكم واحده صفراء وكم واحده زرقاء وكم واحده خضراء ومين جنب مين. فتبدا تمسك السبحه دي المفروض وتشيل حبايه وبعدين حبايه ثانيه وتقول لي ده ايه وبعدين تي وبعدين سي صح ولا غلط. فانت متخيل عمليه السيكونس دي هتبقى بايه؟ باني بكسر واحده واحده صح ولا غلط واعرف كل واحده هي مين. هو في الحقيقه ان السيكونسنج بيحصل بان انا ما بعملش كده. وهو ده الخدعه الكبيره ان انا ما بعملش ان انا بعمل نسخه للسيكونس اللي موجود. ف
فالناس اللي بتفكر سيكونسنج اني بحاول اعرف التسلسل بان انا بقص واحده واحده، انا ما بقصش حاجه، بسيب السيكونس زي ما هو وبجيب انزيم بيعمل واحد زيه بالظبط. طب اجيب الانزيم ده منين؟ من عند جسم الانسان مليان انزيمات اسمها دي ان اي بوليميريز. مش الخلايا عندنا بتنقسم؟ قبل الخلايا بتنقسم بتعمل ايه؟ بتضاعف كميه الدي ان اي الموجوده. انا كل خليه فيها كام كروموسوم؟ 46. لو عايز الخليه دي تعمل خليتين هنعمل ايه في 46؟ لازم ايه؟ نضاعفهم الاول بحيث لما يطلع خليتين كل واحده تاخد مين؟ 46، صح ولا غلط؟ ففي عندي انزيمات بتعمل عمليه الدوبليكيشن للدي ان اي بسميها دي ان اي بوليميريز. في اجهزه السيكونسنج كلها معتمده على عمليه الايه؟ الدوبليكيشن. بجيب دي ان اي بوليميريز ويبدا يمشي واحده واحده على السيكونس اللي انا عايز اعمله سيكونسنج ويعمل واحده ثانيه. برافو عليك. هو بقى كل ما ياخد نيوكليوتايد عشان يعمل واحده مكمله لها انا بعرف هو خد ايه؟ يعني يقول لي انا عايز ايه؟ او عايز تي او عايز جي، الكمبيوتر بقى يبدا يسجل ده خد ايه؟ ده خد تي، ده خد جي، يطلع في اخر السيكونس اللي بدور عليه. فعمليه السيكونسنج اساسا بتعمل مش بان انا بعمل قص وبعرف النيوكليوتايد ايه؟ ان انا بعمل عمليه ايه؟ سينثيسيس او عمليه تصنيع لنسخه مكمله للدي ان اي اللي عايز اعمله ايه؟ سيكونس. في صعوبة الكلام ده؟ هي دي الفكرة الرئيسية في عملية السيكونس. ولكن هي أجهزة، فهي أجهزة غالبة التعقيد صعبة جدا، بتيجي كلوز بوكس مالكش دعوة بيها، تحط الحاجة بتطلع من ناحية تانية، لو حاجة حصلت لها بتكلم اللي بيعملها مثلا. حلو؟ بريك ساعة. 10 احنا بس ساعة كده. طيب يا ساعه 10 كده احنا خلاص احنا في محور ثاني دلوقتي. بس في يعني في محور ونكمل؟ خلاص نور. خلاص نور. خلاص يو سيفد باي ذا بيل. يعني انقذكم من حته مهمه من حته مهمه. حديثا جدا طلع الجيل الثالث من السيكونسر. طبعا
هو انت بتصادر الجيل الثالث يعني الفرق ايه من الثاني ومن الاول؟ بيعمل السيكونسنج ايه؟ بيعملوا ايه يعني؟ بيعملوا اسرع وارخص واسهل. هو ده المشكله ان هو ده الجيل زي اي موبايل عندنا بتجيب ايفون 6 ولا ايفون 5 ايفون ايه بيعمل ايه يعني؟ بيعمل الصوره افضل بريزوليوشن اعلى السوفت وير اللي عليه اقوى اعقد يعني بيديلك امكانيات افضل في الوقت. فدايما اي جيل افضل من التكنولوجيا بينزل عاده بيحاول يشتغل على ثلاث عناصر دول على السعر وعلى الوقت وعلى الكفاءه السرعه طبعا. انا مش يعني ما اعتقدش ان هو هنا المكان المناسب لل او الاودينس اللي هم عاوزين يعرفوا التكنيكال ديتيل. فانا هتكلم على بعض التكنيكال ديتيل وتحول لبعض الثاني وبعدين عندنا شريطين فيديو هنبدا نسمعهم ونحاول نعمل سيجمنتس ميك سنس منهم. دي مكسب بيلبر سيكونس اللي قلت هي بطلت اللي هي بتعتمد على استخدام النظائر المشعه في عمليه السيكونسنج. على فكره انا استخدمت الطريقه دي في سنه تقريبا 91 في امريكا. وطبعا كنا بنعمل سيكونسنج لحتة صغيره من الجينوم حته صغيره جدا ده كان بدايه الحاجه. صوره الجيل بتاعي قد كده نقعد انا وثلاث اربع زمايلي ونبدا نشوف كل باند من دول يعني كل خط اسود من ده بيكون بيز ممكن يطلع ايه او تي. فنقعد نقول واحد ماسك الجيل والتاني قاعد بيكتب والتالت بيراجع عليه ثلاثة فيقول فيمسك بالقلم كده يقول له ايه ويكتب ايه والتاني يقول ايه بعدين تي 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 كل ده علشان نعمل حته جين يمكن 200 او 300 بيس بير. دلوقتي الهيومن جينوم كله بيخش 3 مليون بيطلع مثلا في يومين ثلاثه ومن غير حد ما يقول ايه ولا تي ولا سي بيطلع منها حاجه ثانيه عشان الكمبيوتر يطلع لك 3 مليون بيس بير. بس انا بدات الكلام دوت لما كان بنعملها بيس بير واحده بالواحده بالواحده. الطريقه الثانيه اللي هي السامبل سيكونسنج دي طريقه ما زالت مستخدمه الى الان رغم ان كفاءتها قليله او قدرتها على ان هي تقرا سيكونسز. طبعا انا بحب دايما سؤال مهم جدا لاي سيكونسنج ميثود بتقدر تقرا قد ايه من الدي ان ايه؟ في طريقه تقدر مثلا تقرا 300 بيزس بس 300 حرف ما ينفعش تقرا اكتر من كده يعني تقرا 300 وبعدين تديها 300 تانيين تقراهم لك بس في الرام الواحده ما تقدرش تقرا اكتر من ايه؟ من 300. في طريقه ثانيه تقدر تقرا 1000 في طريقه ثانيه تقدر تقرا الدي ان ايه كله. هو ده اللي بيفرق طريقه بالطريقه او الكفاءه بتاعتها. الحاجه الثانيه الدقه. هل لما بتقرا بتطلع البيس صح ولا ممكن تطلع لي غلط؟ ما هو ممكن مثلا هي ايه؟ الطريقه اللي تقراها ان هي تي مش ايه؟ او جي شفت بتقول اوه طبعا هو ده كل ده محتمل. عشان كده احنا بنتغلب على الكلام ده ازاي؟ ان احنا بنعيد السيكونس ثاني. يعني بنعمل سيكونس يطلع لنا سيكونس نروح عايدينه ثاني وساعات نبعته لشركه ثانيه او نبعته لشركتين في نفس الوقت. ولو جت النتائج مختلفه نبدا نشوف الحته اللي فيها مشكله ونعمل لها ايه؟ سيكونسنج تاني نركز عليها نشوف المشكله فين. عمليه مش ستريت فورورد مش مثلا سنجل شوت وخلصين لا تاخد جو ورايح تبدا تهوض مره ثانيه وتراجع مره ثانيه لغايه ما يطلع لك السيكونس صح. الدايجي هوكسي سيكونسنج ميثود بتاع سامير بتعتمد على بتقرا الافرج ليندنج بتاعتها بتقرا من حوالي 600 الى 900 بيس بير. بتعتمد على استخدام نيكلوتايد بوليفايد اسمها داي دي اوكسي نيكلوتايد. المفروض النيكلوتايد العاديه اللي بستخدمها تكون دي اوكسي نيكلوتايد. عندي انا زي ما قلت النيكلوتايد عباره عن نيتروجينس بيس والشوجر وفوسفيت صح ولا غلط؟ الشوجر عليه على الموقع 2 و3 مجموعاتها هيدروكسايد 2 برايم 3 برايم مجموعاتها هيدروكسايد. المفروض ان 2 برايم مش موجوده هيدروكسايد جروب. في الطريقه دي بخلي كمان الثلاثه هيدروكسايد مش موجوده يعني 2 برايم هيدروكسايد و3 برايم هيدروكسايد الاثنين مش موجودين وده بيحصل ترمينيشن لعمليه السنتسيس بتاعت الدي ان ايه. احنا زي ما قلنا قبل البريك ان عمليه الدي ان ايه سيكونسنج بتعتمد على دي ان ايه سنتسيس بعتمد ان انا بصنع دي ان ايه يعني انا مش بمسك السيكونس بعرفه هو ايه بفصصه واحده واحده لا ده انا بعمل سيكونس مماثل له وبعرف السيكونس اللي اتعمل دوت هو ده الاساس في عمليه ايه؟ عمليه الدي ان اي سيكونسنج. معنى كده ان الدي ان اي سيكونسنج محتاج ايه؟ محتاج انزيمات، الانزيم اللي هيعمل الايه؟ كوبي من الدي ان اي اللي هو الدي ان اي بوليميرز. في الدي ان اي
ستاندرد سيكونس بيطلع لي نتيجه في الاخر المنظر دوت. كل خط من دول بيعني لي ايه؟ بيعني لي نيوكليوتايد واحده بيتم ترجمتها الى الحروف اللي هي تي سي جي، وبيطلع نتيجه في الاخر خطوط بالمنظر دوت اكثر معناها ايه مش عارف في كذا. كل دول بيعني نيوكليوتايد معين. انا مش هتكلم بالتفاصيل. السكند جنريشن سيكونسنج اللي هم بيعتمدوا على رانز كتيره من الاديشن اوف نيوكليوتايد وبعدين واشنج، والانزيم تخش دي في النيوكليوتايد ويحصل واشنج تاني وتدخل نيوكليوتايد من جديد، هيبقى عاملين سايكلز من الايه؟ من الاديشن اوف نيوكليوتايد واش سينثسايز اند واش اند سو اند سو. الروش سيستم وده موضوع البايرو سيكونسنج، وده عندي انيميشن نوت. بس انا هبص على التركيبه ديت. ده ايه هو الخط الدي ان ايه اللي فوق دوت؟ ده السيكونس اللي انا عايز اعرفه، ده الدي ان ايه سيكونس اللي انا عايز اعرفه. وده الدي ان ايه سيكونس اللي بيتعمل جديد. صح ولا غلط؟ ادي عندي هنا ايه؟ جي، سي هحط مطابق جي، جي هحط سي، تي هحط ايه، سي هحط جي، جي، جي هحط لها سي، وجي سي هحط لها جي تاني، وايه هحط لها تي. فدي عملية سنتسيس. مين اللي بيقوم بيها؟ الانزيم اللي هو اسمه دي ان ايه بوليميريز. تمام؟ بس هنا بقى الطريقة ديت مش بتستخدم انزيم واحد، بتستخدم اربعة. اولا عندي دي ان ايه بوليميريز، عندي انزيم تاني اسمه بايريز، وعندي تاني اسمه سلفريز، وعندي لوسيفريز. عندي اربع انزيمات ليه؟ لانه بيعتمد على ان كل النيوكليوتايد بيخش بيطلع منها حاجة بتعمل لي مولكيول من الاي تي بي، وبيطلع لي في الاخر ايه؟ ضوء. وبعدين اللي فضل بيجي انزيم يروح مكسره ويعمل واش، وبعدين يضيف النيوكليوتايد الجديده تخش واحده يطلع منها ضوء يكسر اللي موجود ويضيف من جديد، لان هو عايز يعرف مين اللي دخل، فلازم يتحكم ان هو اللي يحط، هل حط ايه ولا حط ايه عشان يعرف مين اللي دخل. صح ولا غلط؟ والاشاره ولو قرا له ضوء معنى كده ان حصل انكوربوريشن للنيوكليوتايد، ما قرالوش ضوء معنى كده ان ما حصلش. التكنيك ده بيستخدم كام انزيم يا جماعه؟ اربعه شغالين مع بعض، ودي حاجه طبعا مش سهله انك تشغل اربع انزيمات في نفس المكان بنفس الكفاءه ان هو يعمل لك الاف نيوكليوتايد. دي عمليه يعني الناس يا جماعه بتوع البايو كيمستري والناس اللي بيعملوا ريكومبنت دي ان ايه فاهمين الموضوع دوت. مش سهل انك تشغل اربع انزيمات في تفاعل بنفس الكفاءه ويستلموا مع بعض ويشتغلوا مع بعض ان كوردينيشن، اكنك بالظبط قدام فرقه اوبرا لو بيعمل موسيقى وده شغالين، تشوف بقى على التناسق وعلى الهمسه كده وعلى المايسترو يتشاور لهم كده كله يشتغل مع بعض. عمليه مش سهله. عندنا فيديو هنشوف الكلام ده ان شاء الله. الالومنا من ضمن الاجهزه اللي عامله سمعه طيبه جدا، وبرضه بتعتمد على الاديشن بتاع النيوكليوتايد وبعدين الكوربوريشن وبعدين واش وبعدين بضيف تاني وببقى عارف ايه اللي داخل فيه. في عندي اللايت تكنولوجيز، وعندي برضك اللي هو السوليد سيستم، بيعتمد برضك على انزيم ثاني في الحاله دي، انزيم اللايجيز. ده انزيم ثاني غير البوليميريز اللي هو بيعتمد على النيوكليوتايد بيلزقهم مع بعض وبيعمل فوسفودايستر بوند تحديدا. مش عايز ابص في تفاصيل بصراحه الطريقه لان هي تكنيكال ديتيلز فمعقده شويه. اللايت لو السوليد سيستم برضك عندنا انيميشن لوب، بس برضك بيعتمد على استخدامات الانزيمات وعلى سنتسيس بتاعه دي. اخر حاجه اللي هو الايون توراند سيمي كوندكتر سيكونسنج. الايون توراند سيمي كوندكتر سيكونسنج بيعتمد برضك على بوليميريز زي مين؟ زي البايو سيكونسنج الاولاني، بيعتمد برضك على بوليميريز وبينتجريت النيوكليوتايد، وكل نيوكليوتايد تخش بيقيس ان طلع منها ايه؟ هيدروجين، وبيطلع منها كمان مجموعه بايروفوسفيت. فكل نيوكليوتايد تخش يطلع منها بايروفوسفيت وهيدروجين. الجهاز بيقيس طلع هيدروجين في هيدروجين يبقى في واحده ايه؟ نيوكليوتايد داخل، ما طلعش يبقى مفيش حاجه داخل. هو عارف هو حاطط ايه؟ عارف هو الجهاز ضايف ايه ولا تي ولا سي ولا جي. فبيضيف ايه؟ طلع هيدروجين يبقى دخل ايه؟ دخل ايه؟ طلع اثنين هيدروجين يبقى دخل ايه؟ اثنين ايه؟ لا هو ضايف ايه؟ هو حط ايه؟ ما عندي ايه تي سي جي، حط هو مثلا الجي. طلع لي واحده هيدروجين يبقى دخل اثنين واحده جي واحده، طلع اثنين هيدروجين يبقى كان في 2 جي ورا بعض، طلع 3 هيدروجين 3 جي، ما طلعش ولا هيدروجين يبقى ما كانش فيه انكوربوريشن، يعمل واش ويدخل اللي بعدها، دخل دي، طلع هيدروجين واحده يبقى دخل 2 هيدروجين يبقى دخل 2، ما طلعش ما دخلش حاجه، تخيل بقى انت هذا الموضوع على الاف النيوكليوتايد شغال.
انا زي ما قلت لحضرتك ادي الدي ان اي بوليميريز وبيجي له النوكليوتايد الدكتور هي اسمها دي ان تي اي بعدين بنشوف والله طلع هيدروجين يبقى دخلت واحده دخل طلع اثنين هيدروجين يبقى دخل ايه اثنين طلع ثلاثه يبقى دخل ثلاثه ما طلعش حاجه ما دخلش حاجه وده بيعتمد على استخدام برضه الانزيم الايه البوليميريز بس هنا بنستخدم الدي ان اي بوليميريز بس عشان يعمل العمليه دي البايو سيكونس كان بيستخدمها كام انزيم اربعه بوليميريز وثلاثه تاني من ضمن بقى الجمال بقى الطريقه دي نبص بقى عليها ان البيت بيز اكيوريسي الدقه بتاعت الجهاز ده قد ايه؟ بص بنتكلم على ايه؟ 99.6% يخش الطب على طول ده يعني ده وعلى فكره تلاقي ان في ناس كتيره جدا بتشتكي من هذا الكلام لان ايه معنى الكلام ده؟ يعني ايه 99.6%؟ يعني في 1000 بيز هيطلع لي كام؟ 4 غلط. يعني على كل 1000 بيز تقريبا هيطلع لي ايه؟ انا مش هضرب حساب يعني بس تقريبا كده، يعني من كل 1000 بيز هيطلع لي كام واحده غلط؟ 4. ناس كتير جدا هتحتاج على الكلام ده لو انا بعمل جينوم من كذا مليون وده كل من كل 1000 4 وده احسن تكنولوجيا موجوده يقول لي ده عندي مشكله صح ولا غلط؟ بيطلع لي عيد تاني الحاجه اللي بيطلع فيها ايه؟ ايرور. لان مع ان الاكيوريتي بتاعته كام؟ من كل 100 يطلع لك 99 صح تقريبا. مع ذلك لسه عندك الواحده دي بتعمل لك قلق، لان دي ممكن تكون ايه؟ ميوتيشن، ممكن تعمل لك مشكله في السيكونس كله، ممكن تعمل لك تلخبط لك كل الشغل اللي بتشتغل. بالذات لو انت بتعمل ايه؟ مجموعات كبيره، لو انت بتعمل سيكونسنج ل 300 بيس بير ولا 400 مش هتفرق معاك، لكن حاجات كبيره هتفرق معاك في العدد ده. من ضمن الناس اللي احنا انا بصراحه نفسي اشتغل معاهم اللي هو الباسيفيك بايو. الباسيفيك بايو بيستخدم تكنولوجيا جديده اسمها سمارت او سمارت بيحصل انتربريشن للفوسفولينك نيوكليوتايد هو هنا بيستخدم النيوكليوتايد اللي دخلها عامل خدعتين بصراحه في عمليه الباسيفيك بايو سيكونسينج ودي على فكره يا جماعه انا اتكلمت مع المؤسسين بتوع الشركه دول هم موجودين في الولايات المتحده وفي فرع منهم في المانيا بصراحه تكنولوجيا هايله وعندهم استعداد يشتغلوا لو في مجموعه شخصيه عندها جينومز كبيره وعايز يشتغل معاك بيقعد يشتغل معاك وبيقعد يعمل معاك عمل معانا سكاي كونفرنسز يمكن بالساعات يجيبوا الجماعه بتوع التكنيكال ديتيل بتاعتهم او التكنيكال سبورت بتاعتهم يقعدوا يتكلموا معانا بالتفاصيل ويبقى نبعت لهم الحاجه ازاي والكونفدنشاليتي وكانوا فيري انترستد ان هم يعملوا جينوم بتاع الهباتيتس سي الموجود في مصر بس هتيجي لنا نزل ما كانش معانا بادجت كافيه ما قدرتش اكمل المشروع بس ناس كويسين جدا وناس فاهمين شغلهم وتكنولوجيا متقدمه جدا. التكنولوجيا دي بتعتمد على حاجتين سهلين جدا، الحاجه الاولانيه ان الاربعه نيوكليوتايد اللي عندنا ما هو عباره عن سيكونسر عباره عن سيكونسر وفي اربعه نيوكليوتايد اربع ازايز فيها A B C G هو الحاجه اللي عاملها بمنتهى السهوله ان كل واحده عامل لها ليبلنج بفلورسنس لون مختلف. واحده اصفر، واحده اخضر، فعارف لما دخل ايه يطلع له ايه؟ اصفر، دخل ايه يطلع مين؟ اخضر، مش عارف مين، يعني عمليه ده بمنتهى السهوله. لكن التكنولوجيا الثانيه بقى عنده عمليه سكانر عامله سكانر بتاع عنده سكانر جهاز الكتروني بيعمل سكان في منتهى الدقه عشان يلقط الضوء وافضه الضوء اللي بتطلع دي يلقطها بالظبط وهتشوف الانيميشن فهو دي السرين بتوع التكنولوجيا بتاعتهم ازاي عملوا ليبل باربع فلوس مختلفه طبعا ده بيتكلم بكل سهوله انك تحط لون مختلف ومش عارف ايه عمليه طبعا من الناحيه التقنيه صعبه جدا ومعقده الحاجه الثانيه انك تعمل ديتكشن لوحده الضوء اللي بتطلع ديت وبعدين مش بيعمل ديتكشن لوحده الضوء واحده ده انت هتلاقي في الاخر زي كده فرح بليت كبير جدا وده لو راح من الاصفر والاخضر والجهاز عمال يلقط الاشارات ديت ويسجل على الكمبيوتر السيكونس بتاع الشركه عايزين نتفرج على الانيميشن عشان نقدر يعني نابريشيت مدى العلم اللي اتحط في الاجهزه دي في التكنولوجيا دي بس لازم نكون فاهمين التكنولوجيا دي بتشتغل ازاي ولابد ان احنا نستخدمها ونطلع منها نتائج علشان نقدر يبقى عندنا حامل لازم يا جماعه يبقى التكنولوجيا بالنسبه لنا ابلاي ولازم تبقى بالنسبه لنا كومبريهندد ما ينفعش ان انا اديله حاجه اقول له اعمل بعد كده اديني الريزلت في اخر الجامعه بيعمل ايه لازم اعرف بيعمل ايه لان كده بيتاثر على شغله. ازاي ده بالظبط ده الطريقه السهله يعني ان السنجل ستراند بتعدي وبعدين هو برضه بيعتمد على انه بيفورس الدي ان ايه انه يعدي من منطقه صغيره جدا في حاجه قلب النانو علشان يبدا يجيب ايه النيوكليوتايد ويبدا يشوف
انا هوقف هنا وهبدا نشوف الانيميشنز. هنبدا الاول بالبايو سيكونسينج. The first is phospholinked nucleotides. To visualize polymerase activity, a fluorescent label is attached to each of the four nucleotides, A, C, G, and T. In contrast to other sequencing approaches, our phospholinked nucleotides carry their fluorescent label on the terminal phosphate rather than the base. Through this innovation, the enzyme cleaves away the fluorescent label as part of the incorporation process, leaving behind a completely natural strand of DNA. This enables us to exploit the inherent properties of the DNA polymerase, including high speed, long read length, and high fidelity. The second key technology is a photonic visualization chamber called the zero-mode waveguide, or ZMW. It enables observation of individual molecules against the required background of labeled nucleotides while maintaining high signal to noise. The ZMW is a cylindrical metallic chamber approximately 70 nanometers wide that is illuminated through its glass support, creating an extremely small detection volume, just 20 centiliters. Nucleotides diffuse in and out of the ZMW in microseconds. When the polymerase encounters the correct nucleotide, it takes several milliseconds to incorporate it,
during which time its fluorescent label is excited, emitting light that's captured by a sensitive detector. After incorporation, the label is clipped off and diffuses away. The whole process repeats, creating sequential bursts of light corresponding to the different nucleotides. These are recorded, thus building the DNA sequence. Our smart sequencing harnesses the polymerase's natural ability to synthesize 10 or more bases per second over thousands of continuous incorporations, leading to high-speed and long-read sequencing. Additionally, our smart technology design allows simultaneous multiplexing of thousands of CMWs in parallel, all concurrently replicating DNA in real time. The data is assembled into whole genomes and analyzed by researchers. Our smart sequencing technology will ultimately translate nature's ability to replicate an entire genome in under an hour to an instrument that will sequence a human genome in minutes for under $100. This unprecedented level of performance will completely redefine the field of genetic analysis and will enable new scientific advancements that will lead to improved healthcare worldwide. Pacific Biosciences. زي ما شفنا تكنولوجيا اعتقد الفيديو كان واضح جدا بالنسبه للفايل سيكونسنج بيدي لك الفرق بين تكنولوجيات مختلفه بيوري لك قوه التكنولوجيا وقدرتها على معرفه السيكونس بتاع الدي ان اي في اخر سيكونس اللي هو بتاع سبيسيفيك بايو بيتكلم على سيكونس لانتاير هيومن جينوم بقالب 100 دولار بتاع 100 دولار بتاع الجينوم بتاعك كله تبعت عينه من الدم من الدم بتاعتك او عينه من داخل الفم من المنطقه اللي هي من خلف الجوه بعض الخلايا البسيطة يعمل سيكونسنج للانتاير جينوم بتاعك المشكلة وبس ممكن يبقى عندك تقليل صغير كده خلي بالك انت عندك ميوتيشن ممكن يحصل لك هارت ديزيز لا قدر الله عندك ميوتيشن ممكن يحصل لك كذا عندك الميوتيشن المعروفة ان هي ليها كذا يعمل لك المعروفين ممكن يعمل تسوي anyway. هنكمل ده جدول مقارنات انا مش عايز اخش في مقارنات كتيرة ولكن لو هنبدا نقارن 454 او الهاي سيكونسنج مع السوليد مع السانجر ميثود بص مثلا على الريد اوت بوت هنا الريد اوت بوت بتاعته 7.10 جيجا بيز هنا الريد اوت بوت بتاعته 600 جيجا بيز ده بيوريك الفرق بين التكنولوجيا والثانيه ده الفرق ده الاوت بوت بتاعه حوالي 1.9 كيلو بيز طبعا واضح جدا الفرق ضخم جدا في الاوت بوت وقد ايه كام بيز طلعها لك من التكنولوجيا المتقدمه دي الحاجه اللي كنت بقول لكم عليها اللي هي الدايركت تو كونسيومر ظهرت شركات في امريكا وعلى فكره الشركات ديت مثيره قدر من ال مش عايز اقول الايثيكال فاليوز ولكن قدر من الريجيولاتوري ايشوز لان هي الشركات ديت بتعمل تكنولوجيز او بتعمل تيستنج من البيت للمواطنين العاديين طب هرد حد يقول لي طب المواطنين العاديين يعني عايزين يعرفوا الجين سيكونس بتاعهم ليه؟ هقول لك كمان شويه يعني كمان دي بس المشكله ان الشركه دي لو انت عايز تعمل سيكونسنج للجين بتاعتك او عايز الخدمه بتاعتهم بتتصل بيهم على الانترنت تدفع بالكريدت كارد يبعت لك علبه صغيره كده تفتحها العلبه دي فيها كيت فيها زي اوبن سواب كده بنمسك اللي بنعمل بيها وكلام مثلا تفتح بقك من جوه بتاخد سواب كده من الخلايا اللي هو في البيتشيك من جوه وتحطها تاني وتقفلها وتحط الباس بالصندوق تقفله وتبعتهم تاني وهم ياخدوا العينه ديت ويحللوها ويبعت لك الايميل بالسيكونس ده اللي ايه؟ ده مردود فلوسك يعني. الناس عايزه تعرف كده تعمل كده ليه؟ هقول لك واحد عايزين يعرفوا ديزيز بري ديسبوزيشن حد طلعت عند خالتها عمتها عندها عرفت ان هي جالها لو قدر مرض سرطان وعايزه تعرف هل طالما حاجه وراثيه في الفاميلي خليتها توفي دي وعمتها يمكن كمان او خليتها وجدتها ماتوا بنفس المرض والمرض ده له جينات ممكن تحصل ميوتيشن البنت او الولد خايفين يكون عندهم يقول لك لا انا عايز اعرف انا عايز ارتب حياتي في بعض الناس يقول لك لا انا مش انترستد ودي حاجات بنقابلها دايما ان يقول لك انا مش عايز اعرف ودي حاجات بتقابلنا ساعات لما بنعمل نعرف ان في جينات ديزيز في الفاميلي ونيجي نطلب من افراد الاسره ان هم يعملوا اختبار يقول لك لا انا مش عايز اعرف. هل عندك علاج للمرض دوت؟ نقول له لا ما فيش والله يقول لك طب انا عايز انا
عايز اعمل قرار ايه؟ انا مش عايز اعرف. يعني عايز اعيش زمان كده ولا ما يجيلي القدر خلاص، وممكن بمنتهى السهوله اموت قبل كده، قبل ما يجي القرار دوت، بيبقى سبب ثاني حتى عربيه اي حاجه. ففي ناس بتحب تعرف وفي ناس مش عايزه تعرف حتى لو في مؤشر قوي لهم ان هم المفروض يعرفوا. فدي من اهم الاسباب اللي هو الديزيز بري ديسبوزيشن. وزي ما قلت لكم كان في اللي هي المرسليه الجيوبي ديت اللي هي عرفت وعملت الاختبار ومش كده وبس، خدت قرار خطير جدا، عملت جراحه كامله بناء على هذا الاختبار قبل ما تجيبها مره. يعني هي الطفره ديت بتؤدي لسرطان ثدي بريست كانسر، هي عملت الهوبل بريست كومبليت لما عرفت ان الطفره دي عندها من قبل ما تجيبها مره. يعني خدت قرار سيرجيكال من قبل ما بناء على نتيجه الجراحه. في بقى مجموعه ثانيه من الناس مسلمين شويه عايزين يعرفوا الانسيستوري بتاعتهم الجيوغرافيكال اول اوريجين. في شركه تقول لك انت عايز تعرف جدودك كانوا فين؟ وتبعت لك بقى يقول لك انت اصلا كان ناس موجودين في افريقيا، ويجيب لك الحقيقه كانوا في افريقيا كانت افريقيا كانت قبيله هناك، وبعدين طلعوا اوروبا قعدوا يتفسحوا فوق شويه، وبعدين شويه بينهم جم امريكا. انت هم دول اصلا مش بهزر، دي على فكره حاجه منتشره جدا في امريكا. هم معظم المجتمع الامريكي طبعا ما فيش زي عندنا عارفين من اول الجيل 18 لغايه كده عارفين، وعندنا وثائق وشجره العيله والكلام ده، لا الكلام ده بالنسبه لهم هم عاوزين يعرفوا. فهو فده يقول لك الانسيستري بتاعك فين؟ اصولك الجينيه القبيله كانت هنا، بعدين طلعت بتتمشى فوق شويه هنا، بعدين بدات تتحرك كده عقليه، ويقول هنا فانت تعرف الانسيستري. فهم بيعملوها على مدى يعني ايه؟ انه عايز يعرف اصوله جايه منين. الحاجه الثانيه ريكريشنال، يعني على مدى الترفيه بقى، عايز يعرف هو قريب الممثل الفلاني، يعني كان ممثل فلاني او لعيب كوره مشهور، هل هو يطلع قريب ولا لا من جينات او معروف جين منهم بتاع ده وبتاع ده، ودي حاجه مسليه. الهول جينوم سيكونس دلوقتي بتكلف حاليا ما بين 10,000 الى 20,000 دولار تقريبا. التكلفه دي شركه باسيفيك بايو عايزه تنزلها ل 100 دولار. من 10,000 عاوزين تنزله ل 100 الى 100 دولار. ايه الشركات اللي بتعمل الكلام ده؟ اشهر شركه اسمها ايه؟ 23 اند مي. ايه هم 23 يا جماعه؟ ايوه 23 كروموسوم رابع، هم اسمهم 23 اند مي، ده اسم الشركه، وتحط كده 23 اند مي تطلع بقى تشوف الخدمات بتاعتها. شركه ثانيه اسمها ايه؟ ديكود مي. ديكود يعني اعمل ديكودنج، اعمل عمليه تشفير لمي برضه. والحاجه الثالثه اسمها ايه؟ نافيجينكس. على فكره الشركات عامله سوق كويس، وفي ناس يقول لك يعني ممكن تحط السيكونس بتاعك على الويب سايت. يعني بتعمل سيكونس كليك وتقول مثلا انا عايز مثلا الناس من المنطقه دي تحط الجينوم بتاعها على، تعمل سيكونس للجينوم ويتحط الجينوم ان مثلا حد من القصيم مثلا حط الجينوم بتاعه على الويب سايت، او حد من الكويت، او يعني المناطق ديت في حتلاقي ناس كتير جدا حاطه الجينوم بتاعها. العلماء بيستخدموا الداتا ديت عشان يعمل كورليشن ويعمل ستادي على الامراض، على حاجات كتير جدا. طبعا هذا الكلام يعني انا بس بقول لكم ان عمليه السيكونسنج بدات تخش كمان ايه؟ حيز مسلي او حيز ترفيهي كمان، بالاضافه للعلم وبالاضافه للتكنولوجيا المعقده ليه؟ هننهي الكلام بتاعنا. هو ده اللي بيجي لك في اخر عمليه السيكونسنج، النتيجه اللي بتجي لك في السيكونسنج ده. قول لي بذمتك يعني لو جالك صفحات من الكلام ده هنعمل فيه ايه؟ شايفين حضرتك حروف ورا بعضها، والبيكس كل بيك دي معناها حرف A T G G A A G G C C A بس كده. هتعمل بيهم ايه حضرتك؟ ولا حاجه، صح ولا غلط؟ محتاجين بقى ناس بتوع بايو انفورماتكس، ناس جماعه بتوع كمبيوتر ساينس يفهموا في البيولوجي. ايه اول حاجه لازم اعملها؟ اول حاجه لازم اعمل حاجه اسمها دي ان اي اسمبلي. يعني ايه دي اسمبلي؟ ماشي، انا لما بعمل سيكونسنج للجينوم ما بعملش سيكونسنج للجينوم زي واحد مره واحده، بقطعه لحتت، والحته دي بعملها كل حته بعملها سيكونسنج لوحدها. طب وبعدين لما بجي لي سيكونسز لازم احطها ايه؟ مع بعض، صح ولا غلط؟ فبعمل الكلام ده ايه؟ بسميها سيكونس اسمبلي، بعيد تركيب السيكونس. وطبعا لازم اتجنب ان اعمل ايه؟ غلطه، ان ما احطش الحته اللي المفروض تتحط هنا احطها هنا، لازم احطه بنفس التركيب. وفي تكنولوجيات معقده جدا بتساعد انك تحط سيكونسز ورا بعضها بطريقه صحيحه، ودي اول حاجه لازم تتعمل ان يحصل دي ان ايه اسمبلي. الحاجه الثانيه ده سيكونس اسمبلي، الحاجه الثانيه بيحصل سيكونس اند ايدنتيفيكيشن. طلع لي سيكونس، لقيت بكتيريا غريبه في السعوديه هنا في القصيم، في بكتيريا خدت عينه من التربه
بزرعها على بيئة صعبة أو لقيت منطقة صعبة في القصيم منطقة ما فيهاش نقطة مية وفجأة لقيت برضه بكتيريا عايشة الله البكتيريا دي عايشة هنا إزاي؟ أصلاً ده مفيش يعني الحرارة بتبقى 50 في الصحراء مش ممكن إن حاجة تطلع هنا ومع ذلك موجودة وعزلت عينة وخدتها مزرعة في مزرعة البكتيريا وطب حصل لها جروث يبقى جاي إزاي دي؟ أو مثلاً في مواد مشعة موجودة في البيئة مواد مشعة يعني مدفن نفايات نووية واجي اخد عينه من البيئه وانا عارف ان في اشعه نوويه موجوده طول النهار 24 ساعه بتموت اي كائن حي واجي اخد عينه ولقوا فعلا بكتيريا بتعيش مع النفايات النوويه والاشعاعات النوويه بتطلع تكسر الدي ان ايه بتاعهم يروحهم حاطينه مع بعض تاني الاشعاعات النوويه تكسر الدي ان ايه يحطوه مع بعض تاني فاحنا عايزين نعرف البكتيريا ازاي لان هذا الكلام هيفيدنا ان لو عندي قد كسر او عندي تسرب نووي اعرف اعمل معاه فدي عملية فبرمي البكتيريا ديت وعلى طول ببعت اروح اعرف السيكونس بتاعها ايه عايز اعرف ايه السيكونس اللي بيخلي كائن حي يعيش في ظروف غير مواتيه للحياه. وبعدين لما السيكونس بيجي لي اروح رايح للمخزن او الداتا بيس بتاع كل السيكونسز اللي في العالم وبعمل حاجه اسمها بلاست سيرش بعمل بلاستنج يعني بلاستنج بقابل السيكونس بتاعي بكل الجينومز المنشوره. ويا سلام بقى لو طلعت ان السيكونس بتاعك ده لم يسبق له انه ايه؟ حد شافه قبل كده. دي بيبر في ساينس ونيتشر على طول. تطلع الجامعه بتاعتك الرانكينج بتاعها عده درجات. على طول لو عايز تطلع بقى تتكلم على اليونيفرسيتي رانكينج وكده ده طلعت الرانكينج بتاعك كان ما شاء الله. دي حاجه مهمه جدا انك تعمل عمليه الايه؟ البلاست سيرش على انك تشوف السيكونس ده اقرب حاجه له في الداتا بيز ايه؟ هل حاجه بكتيريا؟ هل حاجه طحالب؟ هل حاجه نباتات؟ هل حاجه انشنت كانت موجوده ومحدش ريبورتد عليها قبل كده؟ هل حاجه موجوده بس في البرازيل؟ تروح مكلم العالم في البرازيل يقول له خلي بالك انا لقيت بكتيريا زياده عندكم. انا عايز اجي عندك اشوف ايه البيئه دي شكلها ايه؟ وليه هي هناك بس وهنا بس ومش موجوده في اي حته ثانيه؟ phylogenetic analysis بنحدد فيها الـ evolution relationship of organism from the sequence was derived from other organisms. بشوف هل الأورجانيزم البكتيريا دي لها علاقة ببكتيريا تانية؟ هل هي قريبة في السيكونس في البكتيريا تانية؟ وإيه الجروث بتاعتها؟ وإيه الفايبر بتاعتها؟ وإيه الفاميلي بتاعتها؟ دي الحاجة التالتة. الحاجة الرابعة بعمل ايبيتوب مابينج. يعني إيه ايبيتوب مابينج؟ ايبيتوب مابينج ممكن أدور يعني فكرة رسالة ماجستير لسه مخلصها الاسبوع اللي فات مش الاسبوع اللي فات 16 يناير شهر ده في طالب عندي اسمه كريم عمل ايبيتوب مابينج كان بيدور في الجينوم بتاع فيروس سي حضرتك كان بيدور على ايه؟ بيدور في الجينوم بتاع الفيروس على حاجه اسمها بي سيل ايبيتوب وتي سيل ايبيتوب الله هما ايه البي سيل والتي سيل؟ البي سيل والتي سيل انت عارفين الملاكم مش اللي هو دراع اليمين ودراع الشمال هما دول البي سيل والتي سيل دراع ايه؟ جهاز المناعة بتاع الإنسان عنده دراعين جهاز المناعة عنده بي سيل اللي بتعمل أجسام مضادة وعنده تي سيل اللي بتهاجم الحاجات اللي ده فهو كان بيدور في الجينوم بتاع الفيروس على الحتت اللي في الجينوم اللي في الفيروس اللي بيتعرف عليها البي سيل وبيتعرف عليها مين؟ التي سيل طب كويس إن إحنا عرفنا الكلام ده نعمل بيهم إيه؟ نعمل زيهم وبعدين نعمل بيهم إيه؟ نعم؟ نعمل سنتسيس بعد خلاص عملت لك ازازه مليانه بي سيل وتي سيل بدون الفيروس تعمل بيها ايه؟ انا خلاص انا عرفت الايبيتوبس بي سيل ايبيتوب وتي سيل ايبيتوب وعملنا لهم سنتسيس مبسوطين؟ جميل جدا وعارفين دول بيسيلوا جهاز المناعه اعمل ايه بالازازه دي ان شاء الله؟ اديها مين؟ لا وعاون طبعا ده من غير كلام بطاقة اختراع وبعد كده بقى ايوه اديها للانسان استخدمها كايه؟ فاكسين اول ما انا مش هدخل الفيروس كله انا هدخل البي سيل والتي سيل هروح منشر جهاز المناعه وخليه يعمل مستعد انه يجي له ايه؟ فيروس سي يجي بعد كده الشخص اللي خد الفاكسين ده يجي له بقى الفيروس سي بطريقه اخرى يلاقي جهاز المناعه مستعد له قافل تمام تمام؟ انا بس بديكم فكره عن مدى استخدامات الكلام ده يعني استخدامات لا نهائيه من اول الترفيه لغايه الفاكسين لغايه الجهاز ده بدا يظهر كلها اخر حاجه اللي هي الهيدن ماركوف مودلز ده بيعمل حاجه اسمها اتش ام ام سكانز كان ديك الفوتو ان الفايف تو دومين ان نيو سيكونس عشان تعرف بيه الفانكشن والايدنتيتي
في سوفت وير كتيره جدا يا جماعه موجوده فري على الانترنت بتعمل اناليز لمين؟ للسيكونسز وفري. بعض السوفت وير ما هياش فري بفلوس وبعضها مش بفلوس كمان. لازم تتكلم مع الباحثين اللي عاملوا السوفت وير ده وتملي معاهم حاجه اسمها ماتيريال ترانسفير اجريمنت، تعمل معاهم يعني زي تعاقد مش تعاقد مذكره تفاهم ان هو ينقل لك التكنولوجيا دي في مقابل ان لو طلع منها حاجه ولو في حاجه ماديه بتتصل الفوائد معاهم تبيع بالنسبه الفلانيه وكذا. ففي عندك ثلاث حاجات، في عندك سوفت وير فري على الانترنت مفيش مشكله، في عندك سوفت وير تشتريه بفلوس، في عندك سوفت وير لازم تعمل ماتيريال بس. واحنا معانا ماتيريال ترانسفير اكريمنت مع جامعه كودي ايلاند مجموعه الدكتور اندي جروت اللي هي بتشتغل على البي سيل والتي سيل تي بوكس. يعني ده بروبريتري سوفت وير متخصص في حته الفاكسين ديفلوبمنت والفاكسينومكس. شكرا. بيبقى لازم المفروض في خطه للجهاز،
الاستخدام وايه كمان اهم من الاستخدام الصياغه يبقى اليوزج تايم يكون معروف مين اللي بيستخدمه واستخدامات وقت قد ايه عليه والحاجه الثانيه الصياغه بتاعته ايه في معنى ذلك الجهاز تجيبه يقعد سنتين حضرتك هيحصل له ايه لا مش يموت برافو عليك او ديت تيجي تقول لهم يا جماعه اعملوا سيرفر اسف ده خلاص ده ديسكونتينيو ترمينيتد تكنولوجيا عادي وتعملنا حاجه بعدها مرتين نازلين ولذلك احنا لما كنا في امريكا كنا بنعمل ايه بنجيب الاجهزه العلميه المحذره واجهزه التحليل القطبيه ما عمرناش بنشتري جهاز بنعمل له ان شاء الله بالاجهزه فاكر جهاز انا بعمل ايوه ده عشان اطلعه بس اجراءات اطلعه اكهنه اوريه بره الجامعه الفاطشة عبالي معه بس اجراءات ولا عشان اكهن الجهاز عايز ارميه عايز ارميه مش عايز لا طبعا ايه انا بجيب جهاز واجره من الايجنت بتاعه بعمل كونتراكت مع الشركه سنتين مسؤولين صيانه وبدفع لهم اوبرا بيخلص يلا مع السلامه دي اللي ايه دي اللي بعديه لازم نفكر يا جماعه انا معلش انا بات اصلا بات زيكم زي ما وصلت ولكن بصراحه يعني حصل لي كده وقت من الدور ان فهمت قيمه البيزنس خطير جدا ما عملية عمليه يعني لابد ان احنا نبقى شايلين نفسنا كنا احنا ادونا فلوس عشان نعمل ريسيرش ادونا فلوس عشان نجيب ريجن ايوه بس لازم يكون له مردود ده انفستمنت حط فلوسك في حاجه لازم يكون لها مردود بلاش مردود يبقى انت بتفكر بقى بتعمل ويست واحنا دي اول حاجه بالنسبه لنا احنا المصرفين دول مش مظبوطين اصلا فده اسراف فلابد يبقى عنصر البيزنس ده موجود باستمرار عشان تضمن ان الاوبريشن هيلثي وسستين مستمره لكن هتقول مش هديك فلوس النهارده طب وبكره ماشي طب وبعده بعد كده ما عنديش خلاص او انا مش عارف موجود او الظروف هتتغير فانت لازم تعمل سستينبل اوبريشن ان هي تبقى بزنس وايز ساوند بزنس بلان وعارف انت رايح فين وجاي منين علم مع بزنس مع انجينيرز هو دول المثلث اللي لازم يحصل بصراحه عشان تبقى عندك بحث علمي قوي وبين دول وبعدين انا برضك على فكره للمره المليون ما بقولش كلام جديد هذا هو ما هو مطبق وسبب نجاح الدول المتقدمه ليها تعليق بس على بالنسبه للجيم سبونسر اشتغلت على جهاز اللايت بروسيسنج تقريبا من حوالي 6 سنين هل تقريبا نفس التكنيك بتاع الباسيفيك بس هو كان الطريقه بتاعت الفورس بتاع البيس بير عن طريق الكابيلر انترفيسز ماشي فمش عارف بس لك نفس الطريقه ولا دي نقطه النقطه الثانيه طبعا لا اللي سيب باي بس عشان انا صدق صدق سيب باي مش عارف الكابيلر انترفيسز بيعتمد على الديتكشن اللي هي ايه بتاعت كومنتات الضوء زي ما انت شفت الدي ان ايه بيعمل الانترفيشن بيس بيطلع اللايت مختلف عند كل بيس مختلط بكل بيز ليبل بيفضل في ديفرنت لايسنس فبيعتمد على الديتكشن بتاع الديفرنت لايت على الديفرنت لايت نفس الطريقه كان بيصير كل بيز بيرك ما اعتقدش ان في كروم مختلف لا في كروم مختلف كل بيز بيرك كان بيشتغل التكنيك عن طريق الكابيلر انترفيسز بيتكلم على اللايت دي اوسيفيتش بيبقى اللايت دي اوسيفيتش معلش بس دي بنتكلم على الكونسيبت بتاعها تماما لان هنا حتى ليبل من هنا مش ليبلنج على الفوسفيت اللي هي بتكون ليبلنج على البيتا الفوسفيت الاولانيه مش الثانيه حتى البيسيفيك بايو بايو هنا الليبلنج على الفوسفيت الثالثه فبتبقى مع البايو فوسفيت اللي بتكبر عشان كده هو هناك مضطر يفصل البيزس لان البيز بتبقى عليها يعني انت عارف النيتروجين اسبيس والشوجر وثلاثه فوسفيت صح ولا غلط؟ اللي هي الدراي فوسفيت اللي هي الكتابه فوسفيت لما بيجي بيقص اخر اثنين الليبلنج بيبقى على الاثنين في الطريقه ديت الليبرنج على الثالثه فبيقص البروسس اللي بيطلع مع الطالع مش مع الجزء نفسه فمش مطالع اتفضل وتقريبا برضه نفس الاخبار برضه بالنسبه لاجهزه الفيكس سيكونسر معظم الاجهزه يعني في المانيا مثلا كلها ما فيش الا ثلاث اجهزه بالظبط انما يعني مثلا في غيرها سوق اكثر تخطيط يعني عندنا في غيرها مثلا زي المنصوره بس عندنا احنا فيها زي بس كانوا جايين مختلفين الاثنين ما بيشتغلوش نتيجه طبعا التشغيل العالي ولا حضرتك سمعت ما لم يكن هناك دراسه جدوى للاستخدام وللصيانه والمردود اللي هو الار او اي جماعه بتوع البيزنس دكتور عبد الله الشتي وجماعه بتوع البيزنس ريتيرن اون انفستمنت ما لم يكن هناك على اي جهاز علميه ريتيرن اون انفستمنت واضحه
ما نشتريهاش. لازم يكون في ريتيرن اون انفستمنت واضحه، سواء بعائد تعليمي، عائد مادي، عائد صناعي، عائد خدمي للمجتمع، في صم ريتيرن اون انفستمنت، مش بضرر يكون كاش، ولكن يكون في ريتيرن اون انفستمنت واضح. اذروايز الكلام ده بتحط عندك انت ليميتد في ريسورسز مهما كان، لو عندك مليون انت ليميتد، فانت مش عايز تخليهم مالك كلهم عائد واحد. بالنسبه للتأسيس بتعتمد على التفاوضات مع الشركات. ترفعوا مع الشركات الموجوده بس بتدي لهم الاوبشن ديت، انا مش عايز جهاز املكه، انا عايز جهاز اقدر. لازم تبدا اعتقد ان الكلام ده بدا في مصر خارج تغيير بالنسبه للمكان والاجهزه مش والجهاز كمان، اعتقد الجهاز كمان في بعض عامل كده ممكن اه حاجه زي كده بدا يعملوا بالظبط كده كرانش بيزنس يقدروا الجهاز انا قصدي اقول يعني نبص يا جماعه الموديل. انا كنت بتكلم مع زمايلي النهارده الصبح واحنا جايين في اجهزه غاليه جدا، اجهزه بوظت البحث. حضرتكم بنجيبها منين؟ بنجيبها من اي باي. اي باي ده موقع زي سوق كده سوق دوت كوم، بس الموقع كان بيجي اسمه اي باي. الشركات اللي بتقفل في امريكا بتبيع اجهزتها، وفي موقع ثاني اسمه اكويبمنت دوت نت بيبيع اجهزتها، مش عايز اقول لك بعض الاحيان بعشر الثمن جهاز جديد. يعني جبنا مش عارف ايه النهار المايكرو بايبيتر دول، جبنا مش عارف 20 بايبيتر بحوالي $900 يعني 907.5000 جنيه، 20 بايبيتر الواحده واقفه بقال من مش عارف 500 جنيه، ثمنها هي في مصر الواحده 2500 جنيه. اه نعم جبت اه وجايه بالمحمل بتاعها وجايه بكل الحاجات اللي فيها. فانا قصدي اقول لابد نبقى كرييتيف في الحته اللي احنا عايزينها، بدل ما يعني نبدا نتحرك. يعني يا جماعه مش معقول عندنا الانترنت ونقعد بس نعمل تشات طول النهار والمعلومات والاجهزه والحاجات اللي احنا عايزينها موجوده، شايفين الكلام ده ونعمل تشات بعد كده نروح الجامعه ونعمل ادونا مش عارف ايه. طب يا عم ندور على حاجات. واحنا كمان بالنسبه لي كمجموعه بحثيه حتى الاوردر صعب عشان ابدا اطلع جهاز من الجامعه او طلع ورق عشان الاوردر بياخد شهرين ثلاثه عشان يطلع من جبل مش عارف ايه، فلابد نشوف طرق ثانيه عشان الفلكسبيلتي عشان ده تتحرك. السلام عليكم. عليكم السلام. دكتور امبارح ذكرت ان الهبتايتس سي هو من عم الاتش اي في. نعم. نقدر نستعمل التي سيل والبي سيل اللي بيتوكس نفس الطريقه للاتش اي في؟ برافو عليك، بس لازم تعمل سيرش على الجينوم بتاع الهبتايتس. اللي هو هل موجود التي سيل او التي سي او لا؟ اه هنشوف مش 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 اه او لا، هو غالبا موجودين بس لا يو هاف تو ايدنتيفاي. اصل هو بعدين بالظبط كده بتحدد فيهم اللي بتوصل. على فكره دي ايه يعني من ضمن الاستراتيجيات المعروفه في عمليه التكسير، انك انت بتشوف بتعمل في سي في او بي سي اللي بتوصل. من الاستراتيجيات المعروفه بس لازم تعمل فيري جود سيرش للشركه. طبعا خلي بالك ان هو الاثنين دول بيحصل لهم ميوتيشن عاليه، فلازم تعمل يعني برضك من ضمن المشاكل اللي بتعملها في السي. انت عارف حضرتك كام جينوم للسي موجود في الداتا بيس على جينو تايب 4 موجود في مصر؟ حوالي دلوقتي سكر فيه 46 ونزل 16 جداد، يعني حوالي 62 سيكونس. يعني 62 سيكونس دي 62 عينه مختلفه، تمام؟ عارف جينو تايب 1 اللي هو في امريكا كم سيكونس موجود فيه في الداتا بيس؟ فوق ال 1000. قوه المعلومات اللي هتطلعها بالسيرش بتاعك افضل لو عملتها على 1000 جينوم ولا 64 جينوم؟ على 1000 جينوم. اشوف الساينتفك الفايندنج بتاعتك بتبقى بيزد على كامل الايفيدنس اللي موجود. فلو انت ناخد هذا الكلام عشان هذا الازرق لك يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم ان شاء الله دلوقتي على المحور التاسع، والمحور التاسع هو الابتكارات المخلخله. هو تعالى يعني طبعا سالت فيها يعني واحد عندنا في مصر يعني يعتبر معجم الصحافه الحي،
في اللغه العربيه لو مش هذه مخلخله انت ادي عليها معناها مخلخله الديفرنت المخلخله في مجال الاضطرابات الطبيه disruptive innovations in clinical related هي محاضره يعني الى حد يعني تبقى يعني I am trying to يعني stimulate or provoke the young researcher اللي عندنا ان هم to innovate لازم تشجيع الريسيرشر ان هم to innovate مش عايزين بصراحه الريسيرشر هم الكلاسيك انا عايز دايما حد innovate هم دول اللي هم بيكونوا ليدرز للحين والكلاسيك الريسيرشر معاهم بس الليدر بتاع التيم دايما بيكون هو innovate وهم دول اللي بيعملوا فرق في الريسيرش وفي الكواليتي وفي قوه الدول وفي قوه صناعه الدول. انا جبت تعريف الويكيبيديا اللي هو زي ما بيقول في الويكيبيديا ما انا قلتش حاجه معاه. Disruptive innovation is innovation that helps to create a new market. ده بيسموها يعني innovation هتخلق سوق جديد. And value network وvalue network جديده ما هياش موجوده قبل كده. Eventually goes on to disrupt existing market and value network over few years or decades. Displacing an earlier technology. بمعنى ان كان في تكنولوجي معينه موجوده في السوق الناس بتعمل حاجه بطريقه معينه. جت تكنولوجيا ثانيه قالت لا 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 انا اقدر اعمل نفس الحاجه دي بطريقه اسرع وارخص واسهل. في الحاله دي اللي هيحصل الناس هتسيب الطريقه القديمه وتمسك في الطريقه مين؟ الجديده. على سبيل المثال ايه؟ التلفزيونات. فاكرين التلفزيون الظريف الكبير اللي هو الكوبا دوت اكيد عند جده او عنده اكيد في واحد موجود لغايه دلوقتي. اه الصمام ده وبعد كده كل الناس بقى تستخدم الايه؟ ال سي ديز الرفيعين اللي بيتعلقوا على الحيطه وعلى السقف وفي كل حته في البيت ورخاص جدا ودلوقتي بقى كل شويه سعرهم ينزل وينزل دي ديسربتيف انوفيشن. انوفيشن عمل ديسربشن للاو تي فيز وحصل نيو جنريشن من ال سي ديز نزل مسح السوق محدش ابدا بيتفرج على الكلام ده. The term described what happened in 1960 اللي بدأ الترم ده كانت شركة سوني على فكرة. الكلام ده في 1960 لما بدأت تبيع جهاز ترانزستور تلفزيون اللي كان اللي هو أحل محل رئيسي ذاك يوم هيبيع. الكلام ده في 1960 ولكن الانوفيشن يا جماعة مش بالضرورة تكنولوجيا جديدة بس لازم تكنولوجيا جديدة مع بزنس بلان أو بزنس موديل ساوند. انوفيشن جديد لوحده ما ينفعش من غير بزنس بلان ذات ساوند تو هيلب تخلي الموديل الانوفيشن دوت يقدر ينزل الماركت ويبقى له مكان فيه. لازم نفهم هذا الكلام يا جماعه. من ضمن الديسربتيف انوفيشن يا جماعه الموجوده او اللي هتجيلنا على فكره انا كان معايا برزنتيشن على حاجات ديسربتيف انوفيشن بس مش عارف ما عطيتش فيه وقت نقوله بس انا ممكن اقول لكم منها حاجه واحده بس. عشان الدكتور عبد الله ما قالش الوقت هيرجع. سبحان الله بعد ننفع ازاي من حضر المكافحة ممكن نسأل الله. كان في كان مرة أوباما لما جاء رئيس أوباما يعني في الولايات المتحدة لما جاء كينيا كان جاب معاه كورة ولعب معاه كورة مع جماعة في كينيا تقريبا أو حاجة وجاب كورة شوط كورة يعني. أنتوا عارفين الكورة دي فيها إيه؟ الكورة دي مولد الطاقة. كورة تقعد تشوطها والعيال يلعبوا بيها ثلاث ساعات ساعتين تنور بعد كده بتدي لهم طاقه ثلاث ساعات. يلعبوا بيها مش عارف ثمان ساعات 10 ساعات تنور 16 ساعه. تدي لهم طاقه التنوير 16 ساعه. اظن بقى يعني نتكلم انوفيشن بقى. انا مش بهزر يعني انا قصدي مش هشوف طول النهار احنا قاعدين حاجين دمنا قدام ماتش الكوره والنص والهلال والجول ما اتحسبش والبنالتي ده جاء. طب يعني حد يعمل حاجه مفيده من كلام بدل حرق الدم عمالين تشجعوا شجاعه ادويه ضغط الدم المرتفع عمالين تحاول ضغط الدم يعني قصدي اقول انوفيشن في موقع براءات الاختراع بتاع امريكا كان عامل مسابقه لبراءات او الاختراعات اللي هو اللو تك اللي بتساعد بشكل كبير. كان نفسي تخشوا على الموقع دوت وتبصوا على الانوفيشنز اللي الناس مخترعينها اللي من الواحد من افريقيا مش عارف من حته غريبه جدا عامل تانك ميه عباره عن كيس بلاستيك عشان يتشال بسهوله ويتحرك بسهوله ومش عارف ايه حاجات اختراعات بسيطه ولكن مهمه جدا للانفايرمنت وللمجتمعات بالذات المجتمعات الفقيره. يعني انسى دايما انك تعمل حاجه كومبلكس وغاليه لانك انت بتخدم الغني والغني مش عايزها. الغني كده كده بيجيب الحاجه الغاليه وبيجيبها ومش في دماغه اصلا. احنا بنحاول دايما نهل
the poor and the needy والسوسايتيز الكبيرة الناس اللي هم the population اللي ما عندوش access للإنترنت. من ضمن الحاجات اللي عملها جوجل طبعا اكيد عارفين هي طبعا دي النضارة لما سوري كما انت لابس النضارة وماشي لما تيجي تغرز تاخد صورة. فانت لابس النضارة كده بس مجرد يعني مثلا حاجة عجباني كده اغرز تاخد صورة. النضارة مش بهزر اكيد طبعا كلكم النهاردة هتعملوا اوردر بالموضوع ده. انا مش قصدي انا بس بقول الانوفيشن يا جماعة يعني ما ينفعش احنا عايزين نفرق لازم تطلع حاجة من عندنا يا جماعة احنا كده ما ينفعش. يعني بالديستريبيوشن الطبيعي من كل مليون نسمة لازم يطلع واحد فيهم يعني فرق. فين الفراغ بتاعه؟ لو عندنا 25 مليون فين ال 25 بتاعه؟ انا عايز اشوف عملوا او في مصر مثلا 85 فين 85 كده. المهم advanced material ليها superior characteristics ده من ضمن الانوفيشن اللي جايه وكسر الانوفيشن. بص الماركت بتاعها ايه في 2025 2.5 to 5 تريليون دولار. احنا مش بنتكلم على هزار او على ان اقول عملنا كذا بنتكلم على ايكونومي قوي مبني على الانوفيشن والنو هاو. ده مش هزار ده فيري سيريس بزنس. 3D printing زي ما قلت لكم عندنا احنا دلوقتي في الجروب بتاعتنا 3D printer بدل ما بحط لها ورق بحط لها شريط بلاستيك وبتعمل لي اجسام. عندي جهاز في المعمل مش عارف اعمله بعمله انا بحط بعض دول بعض وبعمل منه ولو الموديل صح طلع صح باخده شركه تعمل لي مود زيه وبعدين نعمل منه 100 نسخه وكذا بتكاليف ولا ملاليم يعني بكره البلاستيك دي ببلاش تقريبا والوان مختلفه كمان مش هتبقى فيها. 3D printing يا جماعه الماركت بتاعها في 2025 2.5 to 6 تريليون دولار. نيكست جنريشن سيكونس لسه شغلناها دلوقتي من حوالي 7.1 to 1.6 تريليون دولار 2025. اوتونوماس فيكلز العربيات اللي بتسوق لوحدها اللي انت ما فيش اصلا حته بتسوق بيها اللي بتسوق بيك لوحدها الماركت بتاعها 2.1 to 1.7 ادفانس روبوتكس. عارفين الروبوتكس؟ مين فيكم عنده روبوتكس بالبيت؟ لا ليه؟ انا عندي في البيت تلاته. هو غنيين مش غنيين؟ الروبوتكس دي حاجه ظريفه جدا الولاده لازم يبدا يعمل روبوت. هات كيت روبوتكس وخليه يتعلم يعمل روبوت. امال ابنك بيعمل ايه؟ خليه يبني روبوتكس. يعني مش ما عندوش شغل الكوكب بتيجي لوحدها ده روبوتك مثلا. لازم يبدا يفهم الكلام ده بيحصل ازاي؟ انت عارفين في انجلترا عاملين روبوتكس زي اللي هي الدرون الطيارات المحميه اللي بيستخدموها في حاجات يعني مش كويسه. عاملين طياره درون بتوصل بيتزا. بيحط بيتزا فيها وبتدير توصل بيتزا في الجواب تاني. ولا يعني مش لازم توصل بيتزا يعني وصل كبسه على فكره مش كل زي ما انتوا عايزين ما اعرفش بس لازم يكون في نفهم الكلام بس ازاي. انترنت اوف ثينجز. انترنت اوف ثينجز دي حاجه مبدا كونسبت جديد. يعني ايه انترنت اوف ثينجز؟ شبكه مش الانترنت بتاعتنا بتاع الكمبيوترات بقى انترنت اوف ثينجز حاجات بتوصلها ببعضها. ده بيعمل لو كوست سنسور واكشويتر وموتورز بتوصلها ببعضها وتتكلم بعض. يعني عندك سنسورز في حتت وعندك اكشويترز وعندك مش عارف مونيتورز وكل ده بيتوصل ببعضيه على الانترنت بيسموه ايه؟ انترنت اوف ثينجز مش انترنت بس. يعني حاجات بتوصلها على شبكه. انا واحد صاحبي كنا معايا في امريكا كنا في مؤتمر قال يا الحراره في البيت اتغيرت او الحراره نزلت فبدا يبعت رساله للروبوتكس وسنسور في البيت عشان يظبط الحراره في البيت ويرفعها علشان مش عارف عنده وايرنج في البيزمنت اللي الحرم بتبص ايه بيظبط الكلام ده في كاليفورنيا وبيلف في بطلور ثلاث ساعات تقريبا ثلاث ساعات فرق توقيت. الديسربتيف انوفيشن يا جماعه بيفرق عن حاجه اسمها انكريمنتال انوفيشن. يعني ايه انكريمنتال انوفيشن؟ انكريمنتال انوفيشن يعني تطوير بسيط. مثلا حاجه بتطلع 10 حاجات في الساعه خليها تطلع 12 او 15 دي بيسموها انكريمنتال. يعني بالظبط يعني عربيه ماشيه بتمشي 200 كيلو في الساعه اخليها تمشي 220 كيلو في الساعه ده انكريمنتال انوفيشن كويس في كل حاجه بس بنفس التكنولوجي وتطوير بسيط. ده غير الديسربتيف لا بيغير الطريقه تماما وتلاقي حاجه كده طالعه بره اللعبه خالص. على انت بتعمل الكلام ده ازاي؟ ما حدش فكر بالطريقه دي قبل كده. من ضمن الادويه على سبيل المثال دي الفاركو ايفوليوشن
فيها انوفيشن بدأوا خالص بالسلفانيلامايد السلفانيلامايد مش بدأ كانت بكتيريا وبعدين بدأ غير فيها بدأ مش عارف بقت ايه وبعدين بدأ تبقى سلفانيلامايد ويزود فيها شويه وغير فيها شويه ويحسن شويه في كانت كل ده بنسميه ايه؟ ده عباره عن ده انكريمنتال انوفيشن صح ولا غلط انكريمنتال لان هو بادئ بالسلفانيلامايد وعمال يغير فيه حته كده وحته كده يحط جروب هنا يحسن شويه ايه؟ لغايه لما جاء الراجل بتاعه بيعمل ايه؟ فيش بيعالج الناس بالايه؟ اللي عنده بكتيريا انفكشن يديله ايه؟ فيش ده ديسربتيف خالص ده واحد يستخدم سلفا بتعالج البكتيريا وبتعمل له مشاكل في كل حاجه ثانيه ولا واحد جاي فيش اللي هو متخصص في مرض مين؟ خلايا البكتيريا ده بيعالج بكتيريا انفكشن وده بيعالج بكتيريا انفكشن بس ده جاي الموضوع ثاني خالص لو تقارن الانكريمنتال انوفيشن والديسربتيف انوفيشن ده كان يد نيو برودكتس within the same market خلي بالك احنا في حدود نفس الماركت ولكن الديسربتيف بيغير الماركت بالكامل نيو برودكت ريبليس اولدر وان ده unexpectedly displaces established technology التكنولوجي شغاله يعني مثلا على سبيل المثال يعني جت مجموعه مش عايز اقول اسمها يعني عشان الكونفدنشال الروحيه الثانيه وقالت والله احنا طلعنا جهاز يقدر يشخص المريض اللي عنده فيروس معين مجرد اشاور عليه هذا كلام مش هزار يعني عنده جهاز دلوقتي زي كده سوري في الكلمه هذه هبص عليكم كده الجهاز دوت هيشاور على حد فيكم بيقول ان هذا الشخص لا قدر الله يعني عنده الفيروس الفلاني قول لي بقى هيحصل ايه الجماعه بتاع التحليل الطبيه والدكتور خالد هيروح مصر في الاسره صح ولا لا؟ يعني خلاص لا محتاج عينه دم بقى واشوف المريض ده ايه؟ ده مش ترانس ديرمال ده من هنا انا مش بهزر هذا كلام يمكن سمعت منه فده بلا شك ديسربتيف انفكشن ده حقيقي هخلي جماعه بعد الاسره يروحوا بيت على طول صح ولا غلط؟ لو هذا الكلام ثبت انه صحيح وبدا يدير الماركت ده مش كده بس ده الدعوة كان يعني او مش الدعوة او الكلمة اللي حصل انه ممكن يمشي في مزرعة نخل والجهاز يشاور على النخلة اللي بياكلها سوس الى هذا الحد يعني مشهورة في القرآن طبعا انا هذا الكلام كله سمعي وليس له دليل علمي ولكن انا بقوله بس عشان تبقى عارف انا بس بديك مثال لما قد يكون اسمه ايه؟ disruptive innovation حاجة كده هدي لك من ناحية ما حدش اصلا متوقع ايه اصلا جاي الديسربتيف انوفيشن يا جماعه بتخدم الحاجات التانيه اولا لازم تكون تشيبر وده ده الجرين لايت اللي هتخش بيه الماركت حاجه تانيه سيميلر ثالثه سمولر افضل طبعا كل ما تبقى سمولر افضل في 500 حاجه عشان تبقى افوردبل تاخدها معايا يعني مثلا انا جاي مثلا هنا وهنا جاي معايا جهاز ضغط صغنن قد كده عشان كل شويه يقيس الضغط او يقيس في اي حته جهاز صغنن خالص ظريف وبيسجل قرايات وبيعمل لي ميديان وبيعمل لي كل حاجه more convenient to use and embraced by the low-end customers in the market. مهم جدا ان low-end customers ما يكونش انت مركز على اللي هم الريتش بيبول لان اساسا عندهم هم اوبشن كتيره ثانيه غير اللي انت بتعملها. الديسربتيف انوفيشن هي ديت بالنسبه للتكنولوجي الثانيه بتكون في انكريمنتال انكريز في الماركت بتاعتها والفيري بتاعتها مش عارف ايه الديسربتيف بتيجي وبتاكل الكلام ده كله وبتعمل ماركت جديد وبيديسبليس الاولد تكنولوجي. Disruptive innovation, like we have seen in other industries, can bring complex and expensive healthcare products and services to greater level of affordability and accessibility. لما تيجي للديسربتيف انوفيشن اكبر احتياج لهم في مجال الايه؟ الصحه. لان الصحه بصراحه بنشوف في اماكن كتيره جدا انه مريض غير قادر على انه يحصل على الدواء او على الجراحه او على الميديكال انترفينشن عشان معهوش ايه؟ ثمنها. فبالتالي الديسربتيف انوفيشن اللي تقدر تخلي هذا العلاج او هذا الدواء او هذا التدخل الطبي في متناول المريض الفقير بيكون بصراحه حاجه مهمه جدا، لان صعب جدا انك تشوف مريض يكفي ان عنده بنوة المرض وكمان ما عندوش الدخل ان هو يحصل على العلاج المناسب، فبالتالي disruptive innovation في الحاله دي كله كمان بعد انساني مهم جدا انك تساعد بيه النيل. هنتكلم على جيم تشينجر ان كلينيكال وهل ممكن نعمل ديسربتيف انوفيشن في الكلينيكال ميديسن؟ هنختار مثالين اللي هو الجورنال بارتيكل هنرجع للبارتيكل الثاني وكمان الايه؟ السيل فون بيزد تستنج.
هنبدا نتكلم على نانو سايز. طبعا هنتكلم على نانو سايز امبارح والنانو بارتيكل والنانو تكنولوجي بيجي بيقول لكم اساتذه دلوقتي في موضوع النانو تكنولوجي مش فاكره تاني. ولكن بسرعه الباب كل ما بنزل الحجم الصغير على نانوميتر اللي هو النانو سايز الكلام ده بيجي لي ايه؟ بيجي لي يونيك في بعض الاحيان اكسكويزيت اوبتيكال بروبرتي خواص ضوئيه حيه زائد فيزيكال بروبرتي متميزه زائد كيميكال بروبرتي متميزه. كل ده بمجرد ان انا ما عملتش حاجه للماده للعنصر مجرد ان نزلت بالعنصر من حجم كبير الى حجم النام ده كل اللي انا عملته. انهانس ماجنتيزم لحاجه لارج سيرفيس اريا تو فوليوم مساحه السطح. لو انت تيجي لحبايه لو جبت 1 جرام ذهب على بعض و1 جرام ذهب متقسم نانو بارتيكل مساحه سطح البارتيكل في الواحد في النانوميتر متقسم يعني بمراحل لوجاريتم 100 اكبر من مساحه سطح الواحد جرام. وده واحد جرام ذهب وده واحد جرام ذهب ده متقسم نانو ده لقى مساحه سطح صغيره هائله وده ممكن استخدامها للقرارات الكيميائيه وخلافه كل سطح الهائل. انهانس الكتريكال اند هيت كونتكتيفيتي زي ما قلنا ان النانو بارتيكل يا جماعه تغير البروبرتي بتاعت النانو بارتيكل بالالمنت وبالسايز وبالشيب. ايه اللي مدور احمر دوت او برتقاني؟ ده سيلفر نانو بريزم على هيئه بريزم. يعني ايه بريزم بالعربي؟ منشور او منشور تمام. يبقى ده سيلفر نانو بريزم لونه احمر حجمه كام نانوميتر يا جماعه؟ 100 نانوميتر وهو شكله هو بريزم اهو قدامكم. طيب نجيب بقى جولد غيرت الالمنت بس جولد نانوميتر وبرضك جولد نانو بارتيكل او سبيرز وبرضك 100 نانوميتر. بص بقى لونها ايه؟ برتقاني يا راجل. اوبتيكال بروبرتي مختلفة عشان غيرت الالمنت. طب هنا هو ده جولد سبير بس 50 بقى لونه ايه؟ اخضر. طيب ده سيلفر نانو بارتيكل 120 بقى لونه ابيض. طب سيلفر سبير بقى 80 بقى مزرق شوية. سيلفر سبير 40 نانوميتر بقى مزرق خالص. كل ما بغير السايز وبغير الالمنت كل ما بغير الاوبتيكال بروبرتيز بتاعت النانو بارتيكل وطبعا بغير الشيب. زي ما قلت لكم امبارح ان الجولد نانو بارتيكل عندها خاصيه اسمها سيرفيس بلازما ريزونانس ودوت هو الذهب. يعني انا لو عندي ذهب هو عباره عن ايه؟ اتومز صح ولا غلط؟ اتومز من ذهب. طب والذهب عباره عن ايه؟ نواه وحواليها مين؟ في حاجه ثانيه يعني؟ خلاص ادي حته الذهب بس حته الذهب مش هتبقى نواه واحده هيبقى كذا مليون نواه مع بعض مفيش مشكله هيظهروا مع بعض في مشكله؟ في حته الذهب هتلاقي الانويه كلها اتجمعت مع بعضها ومين اللي على السيرفس؟ الالكترونات. برافو عليك هو ده سيرفس بلازما ريزونانس. لو في ضوء نازل على الالكترونات ديت والضوء ده له طول موجي معين بالنسبه لحجم الذره هتبدا الالكترونات ديت تحصل لها تتفاعل مع الضوء دوت ويبدا الذهب يبان لونه ايه؟ احمر. ولو جزئيه ده من الممتلئات اتجمعت هيبقى يبان لونه ايه؟ ازرق بيغير اللون بتفاعله مع الضوء. بس هو اصلا مفيش حاجه ذرات وذره عباره عن نواه وحواليها الكترونات والالكترونات دول هي بيسموها كلاود الكترونز حتى او كونتاكتس الكترونز اللي هو بيفرق مبدا سهل. العمليه ابسط من المصور يا جماعه بس لازم حد يبص لها بدقه شويه. زي ما قلت لكم جزيئات ذهب متفرقه بيجو من بارتيكل لونها احمر تبدا تتجمع يبقى لونها ايه؟ بلو. انا كده تفصيل على كده. ده برضك من ضمن الحاجات ان انا ممكن اغير السايز بتاع النانو بارتيكل وكل دوت هيديني ابزوربنس سبيكترم على السبكتروفوتومتر مختلف واللون كمان هيبقى لونه ايه؟ مختلف. وهيكون له ابزوربنس سبيك على زي ما كنا بنتكلم النهارده في العربيه في السبكتروفوتومتر اللي شغال احنا ممكن نعمله نعمل سكان نقدر نشوف البيكس واللمبه باكس شغاله ازاي. الحاجه الثانيه كمان ان الجولد نانو بارتيكل ليها خاصيه ان هي بتعمل ايه؟ كوينشين اوف فلوريسنس. بمعنى ان لو في حاجه بتنور جنب الجولد نانو بارتيكل والحاجه دي قريبه قوي من النانو بارتيكل هتعمل لها ايه؟ كوينشي حطها في نور. فبنعمل ايه؟ طبعا تخيلنا انك بتعمل ايه؟ ادي هيلب لوب دي دي يا جماعه؟ قول لي في التايم وايه البشت اللي شغال ده؟ هتلاقي هنا ايه؟ هتلاقي هنا تي جي سي سي جي ماسكين في بعض صح ولا غلط؟ في هايبرنيزيشن او بيرنج واحط هنا الجولد نانو بارتيكل وفلوروفور. الفلوروفور المفروض بينور بس كل ما ينور مين بياخد النور دوت؟ الجولد. تحط الانبوبه ديت في فلوروميتر جهاز بيقيس الفلوريسنس يديك قرايه ايه؟ صفر. يا عم الحاج ده لسه حاطط فلوريسنس جوه مفيش. طيب
السيكونس ده لو انا حطيت له تارجت نفترض السيكونس ده مكمل وممكن يعمل بيرنج مع السيكونس بتاع الار ان ايه بتاع الهباتيتس سي فايروس. ايه اللي هيحصل؟ الهيبن دي هتفتح ويحصل بيس ستيشن، وفي الحاله دي الجون نانو بارتكل هتبعد عن مين؟ عن الكلوروفور. الكلوروفور يحصل له ايه؟ هو بيدور كل النهار انه يبان ولا يبانش؟ يبان. تحط الانبوبه بقى في الفلوروميتر تلاقي الفلوروميتر اهو حاطط لك بيك. يبقى بريزنس اوف فلوريسنس انديكيت ذا بريزنس اوف ذا ايه؟ اوف ذا تارجت فيروس ان ذا بلاد اوف ذا بيشن. فده اساس الاختبار. تمام؟ زي ما قلت قبل كده هل تصنيع جزيئات الدم اللي انا بتريق عمليه يعني صعبه جدا وده روكت ساينس ولا حاجه؟ والله ابدا زي ما انت شايف عمليه في منتهى السهوله. لما تيجي تبص هنا هو بيعتمد انت عايز ايه؟ عايز جزء من قد ايه؟ يعني عايز من 50 ل 200 تستخدم الطريقه دي زي عارف كتاب ابو النظيره بتاع الطبيب؟ هو بالظبط كده. هات صفحه بقى مش المربيه، صفحه الجزء من البارتكل وهتلاقي 50 ل 200 نانومتر دي اسمها سي دروف ميثود. دخلت الانرنت وقلت جولدن بارتكل سي دروب ميثود يطلع لك البروتوكول بتاعي جولدن بارتكل 50 ل 200. والله انا مش عايز 50 ل 200، عايز حاجه صغيره عشان انا بستخدم الريد بلو ده لازم اعرف انت عايز ايه. قلت لكم النانو بارتكل اللي بتدي لون تغيير الى ازرق الى احمر دي لازم تبقى 15 يعني ممكن يمشي من 12 ل 20. لا بعد كده قبل كده الكلام ده مش شغال. الفلورسنت بارتكل الجولدن بارتكل اللي بتعمل كونشنج للفلورسنس لازم تبقى من 40 ل 80. فالسايز ايه؟ ماترز. كل ما بغير السايز يا جماعه الاوبتيكال بروبرتي والفيزيكال بروبرتي بتتغير. شغال. تمام. طب انا مش عايز 50 ل 200، عايز 16 ل 147، بستخدم طريقه اسمها سيتريت ريدكشن ميثود. طب عايز حاجه من 16 ل 50، بستخدم طريقه ثانيه. عايز حاجه من 1.5 ل 2 نانومتر، بسميها البيرست شافرن ميثود. زي وتحط الكلام ده في الانترنت يطلع لك البيبر والطريقه والبروتوكول هاو تو دو ذس. ممتاز سؤال. والكلام ده على فكره يعني في يعني كذا حاجه في الشغل اللي انا كنت بتكلم عليه ده انا حاجات انا ناشرها ودي من ضمن حاجات احنا ناشرينها في الكلينيكال كيمستري لابوراتوري في جورنال بيطلع في المانيا يعني في كذا حاجه من كل المحاضرات بس يعني ديت الكوميرشال جولدن بارتيكل في اساس موجوده في السوق بتاع تستخدم الجولدن بارتيكل ولكن معظمها بيشوف بتبقى انتبادي انتيجين بيز معظمها بيكون لاترال فلو. وهقول لك يعني ايه لاترال فلو هتفاجئ بصراحه يعني ايه لاترال فلو. في تشيرش اند وايت طالعين فيرست ريسبونسيف اجينست جيز اللي هو اختبار اختبار الحمل عارفين اختبار الحمل فده مبدا الجولدن بارتيكل بدليل بيطلع لك الشريط لونه ايه؟ احمر. ايه احمر ده بقى ان شاء الله؟ جولد نانو بارتيكل. ما حدش كان بيسال والله ما عرفوش زمان يا جماعه ما عندكم بقى لكم 500 سنه ما حدش سال والله. ديتكشن اوف فود باثوجين ممكن استخدمه للكشف عن الباثوجين اللي في الايه؟ في الاكل. فاهمنيش؟ يعني هو لازم يبقى هيبتايتس سي ممكن يكون مرض يرجع او بكتيريا او انفكشن ايه المشكله؟ المهم انا عندي فرق كبير دي ان ايه مثلا او بكتيريا او غيره. في عندي سنجل باث اسيد فور بريزنس اوف سالمونيلا ده واحد تاني للسالمونيلا اهلا وسهلا واحد تاني للسالمونيلا برضه يكون ايكولاي وحاجه تانيه مش عارف اقراها كان في برضه نانو سبير عامل تيست تاني للديتكشن اوف نيوكليك اسيد بس لسه ده دلوقتي التكنيك دوت ما هواش بالضروره كوميرشال. انا عايز اتكلمكم على اللاترال فلو بلاتفورم. ايه اللاترال فلو؟ اللي هو اختبار الحمل اللي هو بنشتريه من الصيدليه دوت وبنعمل بالاختبار بعد كده بايه؟ بنرميه. هو عباره عن حاجه بلاستيك كده صح ولا غلط؟ تحط جواها نقطه دم او نقطه من اليورين مثلا وبعد كده كمان شويه يطلع لك الخط لونه احمر او خط لونه ايه؟ اصفر. هو ايه اللي بيحصل؟ اقول لك ايه اللي بيحصل؟ هو جوه العلبه البلاستيك دي في ايه حذره؟ ورقه نشاف. عارف ورقه نشاف اللي هي زي الفلتر بيبر، الفلتر بيبر اللي بتستخدمها في المعامل. اكيد انت خدت اولى كلمه يعني، واكيد اكيد بتعمل فلتر مش اي حاجه، هي دي الفلتر بيبر، ورقه نشاف بس. ليه بقى الكشاف؟ عشان لما احط عليه نقطه دم او حاجه الدم يبدا يمشي والفجوات اللي ما بين الوقت النشاف هتمنع ان كرات الدم تمشي. هتوقف كرات الدم وايه اللي يعدي بس؟ السيره. عمليه الفلتريشن شغاله جوه الورق.
عمليه في منتهى السهوله. فديت انا بحط جوه الدم هنا بيبدا السيرم يمشي. انا حاطط على ورقه الكشاف ديت انت باضي معاه جولد نانو بارتكل. حلو، الجولد نانو بارتكل هيمسك في التارجت اللي هو موجود في الدم صح ولا غلط، ويمشوا مع بعض بالكابيلري اكشن، بالكابيلري فلو، مش هي حاجات صغيره خالص، فتحات صغيره في الورقه الكشاف ده بتكون كابيلري فيو، يمشي فيها بالكابيلري اكشن صح ولا غلط. يعني لما انت تحط ورقه الكشاف في ميه ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي الميه تراكم فوق ليه؟ بالكابيلري اكشن. هو الكابيلري اكشن شغال هنا برضه تمام. حلو، هاجي هنا على المنطقه ديت على الخط دوت، هيلاقي فيه جسم مضاد تاني هيمسك الجولنال بارتيكل اللي ماسك الانتيجين ويوقفهم هنا، والزياده بين الجولنال بارتيكل اللي ما مسكوش انتيجين هيعدوا يروحوا خط تاني هيتمسكوا هناك، هيبقى ده خط الكنترول ينور لك احمر كيعتبر كنترول، وده خط يقول لك ايه؟ هل في حمل ولا لا؟ بذمتك يعني ده مظبوط؟ ايه اللي انا محتاجه هنا؟ عشان اعمل حاجه زي كده. ايه اللي انا محتاجه؟ محتاج حاجه واحده بس. انت راضي، اللي انا كلمتك امبارح يا جماعه كور فاسيلتي انت راضي، انت راضي وشغالين. كل الاختبارات بقى بتاعت الفكرات الكتروبونين تي بتاعت الزرقاء الصدريه اللي هو ديسبوزبل، بتاع سي تم بي، وبتاع البي ام بي بتاع الهارت فيلير اللي هو برضه ديسبوزبل، وبتاع حاجات كتير جدا، وحتى بعض انواع الادويه اللي بتعمل مخدرات، الاختبارات المخدرات اللي فيها بانل 809، كله معتمد على استخدامات ايه؟ اللاترال فلو. تكنولوجي ستريت فورورد، عايز شويه اوبتمايزيشن، عايز الناس تعمل انتباضي، عايز الناس تخلص. المجموعه بتاعتي احنا عملنا كذا اسي بصراحه، من ضمنهم الاسي بتاع الهباتيتس سي فيروس، بيعمل ديتكشن للهباتيتس سي فيروس من غير امبليفيكيشن يعني من غير الحاجه للبي سي ار، بيعمل سنسيفتي حوالي 90% وسبيسيفيستي حوالي 89%، قريب جدا من الحاجات الموجوده في الماركت، ديتكشن ليميت حوالي 50 كابيتال رياكشن وتيرن اراوند تايم حوالي 30 دقيقه. ده الاختبار بالظبط. بنستخدم جولد نانو بارتيكل عليها حاجه اسمها هوليجو تارجتر اللي هي عباره عن شورت ستراند من الايه؟ من دي ان ايه؟ حصلت كومبلمنتري سيكونس بتاع مين؟ بتاع الهباتيتس سي فيروس. هم بيكونوا حاميين الجولد نانو بارتيكل من على السطح. يعني انا مش عارف شايفين في خطوط رفيعه هنا. ديت هي الاوليجونوكليوتايد اللي هي مكمله للسيكونس بتاعت الار ان اي بتاعت الايه؟ الهباتيتس سي فيروس. الهباتيتس سي فيروس زي الفيروس عباره عن ايه؟ مادة وراثية اللي هي الأحماض الدموية جوه اللي هو ار ان اي او دي ان اي، وبعدين دور من الايه؟ من البروتين. بقى ما فيش حاجة ثانية، ما حلتهمش حاجة ثانية في الفيروسات. أنا باخد الفيروسات بعزلهم من الدم وبقى بكسر البروتين كود دوت بطلع منه الايه؟ الار ان اي. وأنا حاطط وأحط عليه الجول نانو بارتيكل وعليه أوليجونوكليوتايد مكملة ليها، لما الأوليجونوكليوتايد دي تلاقي هدف مكمل ليها ممكن تعمل معاه بيرنج، بتسيب الجول نانو بارتيكل وتروح هناك وتعمل فيرنج مع الار ان اي بتاع الفيروس. في الحاله دي انا باجبر الجولد نانو بارتيكل اللي بيحصل لها ايه؟ اجريجيشن، بتتجمع ويقول لك هديني ايه؟ ازرق، ادي كيوب ازرق، في فيروس احمر، في فيروس تمام. الاختبار بتاعنا طبعا يعني برضه بعد سهوله الكلام دوت انا عايز يعني خد حوالي تقريبا 3 سنين من البحث، كلفنا حوالي فاندنج غير فاندنج تقريبا حوالي ربع مليون دولار، حوالي 7 مليون اللي هي السعوديه تقريبا، وخدنا عشان بيقول اكثر من يعني خلينا نبدا في الكميه دي دلوقتي كمان عشان نكمل، بس بيجي لك الكلام دوت مش رخيص، بس طالما بتشتغل صح بتلاقي انفستور انترست ان هم يعمل لك فاندنج. عملنا اختبار حوالي 150 مريض. لازم دايما انا كنت بتكلم مع في ناس كتيره جدا النهارده بعد في البريك قاعد يتكلموا معايا وبداوا يتكلموا فعلا حاجات علميه وقاعدين يعملوا نقط ماجستير ونقط دكتوراه ومش عارف ايه. دايما دايما وانا بعمل اسي او بعمل حاجه جديده مهم جدا انك تعمل حاجه جديده انك انت دايما تاخد مرجع ليك. يعني انا مثلا بعمل اختبار السي حلو، هقارنه بايه؟ لازم اقارنه باحسن اختبار للسي موجود في السوق، يبقى ده هو ايه؟ الريفرنس بتاعي. ده مش اوبشن، ده حاجه مش اختياريه ليا، ده انا لازم اعمل كده علشان اقيم. انا بطور حاجه جديده لازم اقارنها صح ولا غلط؟ لازم يكون عندي الجولد ستاندرد او الريفرنس ميثود اللي موجوده واحسن حاجه في السوق عشان اقارن بيها.
فاحنا برضه الاختبار بتاعنا باحسن حاجه موجوده اللي هي في الفارم سي ار او البي سي ار بتاع البي سي لقينا الثمن 400 ل 600 جنيه في مصر. احنا بنتكلم على 50 جنيه بنتكلم على تو ستيبس وبنتكلم تقريبا وقت 5 ايام قبل ما تروح وترجع مش عارف ايه. دي احنا بنتكلم على وقت ستيب بنتكلم على سيفرال اور كانتس بنتكلم على اقل من ساعه على كومبلكس تكنولوجي بنتكلم على سيمبل ميثود بنتكلم على ادفانس انفراستراكشر لازم يبقى عندك ريل تايم بي سي ار ماشين صح ولا غلط ولازم يكون فيه كونديشن عشان ما تزعلش لازم يكون فيه كهرباء عشان ما تزعلش لازم يكون فيه 500 حاجه بيبي سيتر كمان ولا حاجه لو امكن. احنا ما عندناش الكلام دوت احنا ايه سيمبل كيمستري وتيوبس وخلص الموضوع تمام. يعني احنا بنتكلم عن شركه كوري ان هي تعمل لي سنتريفيوز صغير بورتابل وديتكتور صغير بورتابل اخر قلت لهم يعني كان جو تو ذا ستريت اند جو اكستريمي تيست في الشارع هو ده كوري. هايلي تريند تكنيشن محتاج عشان اشغل بيه فرع بي سي ار محتاج هايلي تريند تكنيشن تكنيشن مصاري بالتدريب مش اي حد يشغل بيه فرع بي سي ار ولا يعمل انتربريشن في كتر طلب منها صح ولا غلط. في الحاله دي انا محتاج انتري ليفل تكنيشن. هذا الكلام بيساعد على انتشار القرار ووصول المجتمعات اللي هي في حاجه بس اللي هو انت عشان تقول حد بيشغل انتربريشن في كتر طلب منها هبعتك قدامي صهاد ولا اسيوط علشان في كوره بتعفر على حاجه عايزين نعملهم في كبر سي اقول لك انا هعرف ايه هتديني كام عشان لكن لو حاجه سهله التكنيشن بتوعه من الثاني درجه عملنا الكلام ده واضح. احنا قلنا بلاتفورم تكنولوجي قدرنا نعمله برضه في الكي بي اللي هو السوفت سهل قدامنا لسه عملنا اختبار السول برضه والاختبار دوت عملنا نفس التكنولوجي بس الاختبار الدي ان ايه بكشف على الدي ان ايه بتاع مرض ايه. طبعا الموضوع هنا اختلف ليه؟ لان هنا بنتكلم على بكتيريا مش على فيروس بنتكلم على دي ان ايه مش ار ان ايه. طبعا الكلام ده كله بيفرق معانا بنتكلم على ميكروب عنيد اللي هو السول دوت. لو تبص على السيل وول ستراكشر بتاع فيري كومبلكس. طب انا مالي بالسيل وول؟ انا مالي بالسيل وول؟ انا مش بعمل انشر بالنيوكليك اسيد؟ ايوه ولكن لو السيل وول معقده ومزعجه جدا في الاستهراب طب انا هكسرها ازاي؟ ما انا لازم اكسرها عشان اطلع مين؟ الدي ان ايه؟ طب هخش الدي ان ايه ازاي يعني ان شاء الله؟ فده بالنسبه لي مزعج كباحث او كحد بيعمل ديفلوبمنت. هي دي الحاجه اللي انا اشرت اليها امبارح في وسط الكلام الاشورد كريتيريا. يعني ايه اشورد كريتيريا؟ هي دي مواصفات اي اختبار تحاليل طبيه في العالم، اي اختبار لاي حاجه. شوف انت بتروح تعمل تحليل طبيه مش عارف ايه والمعهد الشغاله كلها كله بيشتغل على محور الايه؟ الاشورد كريتيريا بتاع الكلام ده خالد اشورد كريتيريا. اشورد كريتيريا يعني ايه؟ التست لازم يبقى افوردبل متاح لازم يبقى سنسيتيف لازم يبقى سبيسيفيك لازم يبقى يوزر فريندلي مش معقد لازم يكون رابد وروبست لازم يكون اكويبمنت فري يفضل مش محتاج لايه؟ لجهاز واخيرا ديليفربل تو دوز هو نيدد. لو تبص للحروف دي ليا ASSURED اشورد ودي الكريتيريا بتاعت الاتحاد الامريكي للكيمياء من تقريبا من سنه 95 لغايه النهارده وهم غير فيه ديت هي مواصفات اي اختبار واي اختبار بيقاس على هذه الكريتيريا اللي هي الاشور الكريتيريا. هل اللي احنا عملناه يا جماعه ده ديسربتيف تكنولوجي ولا مش ديسربتيف تكنولوجي؟ انا بعمل ريسيرش لمين؟ لنيوكليك اسيد. معظم التكنولوجيز اللي موجوده حاليا في السوق للسي بتعمل ديتكشن للنيوكليك اسيد لازم تعمل له ايه؟ امبليفيكيشن بالبي سي ار. احنا بنعمل ديتكشن من غير ما نعمل ايه؟ امبليفيكيشن. طب ما بعملش بي سي ار يعني مش عايز ايه؟ مش عايز الاجهزه بتاعت البي سي ار ومش كده كمان مش عايز الانزيمات ولا الريجنت اللي البي سي ار بتعوزها. صح ولا غلط؟ يبقى نو نيد فور ثيرمال سايكلر اور ريجنت نو نيد فور سيجنال ديتكتور مش عايز حاجه تعمل تشغل السيجنال مش محتاج الكومبلت ديزاين الكلينيكال جايد لاينز فور اتش سي بي تيستنج اند مانجمنت ماي تشينج بناء على هذه التكنولوجي. لان دلوقتي الكلينيكال جايد لاينز على فكره يا جماعه لو انت بتدرس اي مرض اي مرض اي حاجه انت بتدرس فيها تفترض في ناس انترستد في الهارت ديزيز ناس انترستد في الميكروبيال انفكشن في الهيباتيتس في الايدز في اي حاجه اول حاجه تعمل ايه؟ او تبدا حاجه المفروض تعملها تروح تجيب الكلينيكال جايد لاين بتاعتها. يعني ايه كلينيكال جايد لاين؟ مثلا لو بنتكلم على الهارت قلب مثلا تروح الامريكان هارت اسوسيشن وتشوف ديزيز بتتكلم عليه هارت اتاك قلب يبقى عاوزين الجايد لاينز بتاعت الايه؟ او تبانش هارت اتاك بيشن. الجايد لاينز ديت هي عصاره عقل
افضل عقول على الاطلاق في العالم من اطباء وباحثين القلب في الهارت اتاك، ومحطوط لك كلينيكال جايد لاينز اللي المفروض دكاتره القلب في العالم كله بيتبعوا عايزين ايه؟ الكلينيكال جايد لاينز. ابدا من هنا وغير، بس ما تقعدش انت تلف ودور وهو الناس عاملين لك يعني عصاره عقولهم هم جايبينها لك فري على الانترنت داونلود، وبرضك انت عمال تعمل تشات وسايب الجايد لاينز. لو سمحت انزل الجايد لاينز. نفس الكلام بالنسبه لبطاقه السي تيست، لو حبيتك حضرتك تشوف الجايد لاينز بتقول لك ايه؟ الجايد لاينز بتقول لك اعمل الاول اختبار اجسام مضاده. طيب لو لقيت انا جبت مريض سي والدكتور شك فيه ان هو عنده سي، قال له يا سيدي الفاضل روح اعمل لي بطاقه السي فيروس انت بادي تيست. تمام؟ هنروح المريض يعمل انت بادي تيست. لو الاجابه موجع، ايه معنى الكلام ده؟ لا لا معلش، لو الاجابه موجع بمعنى الكلام ده ايه؟ ليها معنى واحد بس. مفيش يعني. ها؟ ان المريض عنده انت بادي للفيروس، عنده انت بادي للفيروس ليه؟ لانه تعرض للفيروس. هذا يعني فقط كلمه واحده اكسبوجر تو فيروس. يعني هذا المريض في وقت من الاوقات قبل الاختبار تعرض لفيروس الايه؟ السي، تخلي. احنا عارفين من النتائج اللي قبل كده ان 20% من المرضى اللي بيجي لهم السي بيقدروا يتخلصوا منه. و80 للاسف لاسباب متعدده بيحملوا هذا الفيروس بقى الى بقيت عمرهم ما لم ان ربنا يعني يرحمهم ويجيلهم دواء او يبقى جهاز المناعه يتخلص. تمام؟ فمعنى كده ان اجابه جسم مضاد موجب يعني حاجه واحده ان هذا المريض تعرض لفيروس سي، ولا يعني ان هو يحمل فيروس وعدوى نشطه ويمكنه نقل العدوى للايه؟ للاخرين. تمام؟ طيب لو الاجابه سالب يبقى ما عندوش. حلو، بس في ممكن يكون عنده برضه. ممكن يكون عنده لو جهاز المناعه بتاعه ايه؟ ضعيف. ضعيف. وبعدين الفيروس دخل ويقول له اهلا وسهلا، ما انت ما جيتش ليه من زمان؟ مفيش مشاكل، اهلا وسهلا بيك، اتفضل اوضه الضيوف. جهاز المناعه ضعيف مش هيعمل اجسام ايه؟ وحضرتك الاختبار بتاعك ده اجسام مضاده، مفيش اختبارين صح. معنى كده ان الاجابه سالبه لا يعني بالضروره ان الفيروس ايه؟ ممكن يعني ان الفيروس ما جاش. او المريض اتغلب، بس ممكن يعني ان المريض جهاز المناعه بتاعته ايه؟ ضعيف. طب ممكن حاجه ثالثه كمان. لا. الجسم بياخد من 4 إلى 8 أسابيع عشان يعمل جسم مضاد. ده هو اللي كان بياخد بقى من 3 4 أيام. لسه الجسم ما عملش اجسام مضاد وانت بتدور على اجسام مضاد. معنى كده يكون لسه بيسميها ويندو اوف انتبادي ديفلوبمنت في الشباك بتاع لازم 4 8 أسابيع عشان يعمل جسم مضاد. لسه الجهاز ده لسه بيقول ايه؟ يلا هيلا بيلا بقى نعمل اجسام مضاد، والتاني بقى لسه فبنعمل اختبار ما فيش. فاختبار السالب ده يعني بالضروره عدم وجود الايه؟ الفيروس دي بيضعف جهاز المناعه او لان لسه الجسم ما خدش وقت. طب تمام، خلينا نسيبنا من السالب، السالب طبعا هيقول له مبروك وايه؟ وروح. ما عندكش حاجه، الف مبروك. جميل، ماشي كويس، روح. اللي ممكن بقى لازم يروح تاني لمين؟ للدكتور. الدكتور يقول له اعمل لي ايه؟ بي سي ار. لما يعمل بي سي ار بيعرف والاجابه موجب في الحاله دي، البي سي ار بيبص على ايه؟ على النيوكليك اسيد اوف ذا فيروس. ليش الجسم المضاد اللي الجسم عنده؟ بص على مين؟ على الجينوم بتاع الفيروس نفسه. لو الاجابه موجب هنا يبقى الحكايه ان شاء الله الفيروس موجود وهذا المريض حامل الفيروس النشط وقد ينقله لايه؟ للاخرين. ده بقى مريضنا برضه بتتعامل معاه فورا بقى. خلي بالك بتتعامل مع بيتك من ولادك، خلي بالك لما تطلع من الجامع وتلاقي عربيه الاسعاف مستنيه وتبرعوا للدم في الفلسطين، لو سمحت روح وبلاش الحماس الزائد دوت. تمام؟ انت ممكن تاذيهم اكتر ما تساعدهم. ما تقولوش دي نضرب لما تروح هوسبيتال تقول لهم يا جماعه انا عندي سي، لما تروح لعياده تنظيم الاسنان تقول له انا عندي عشان ياخد ايه؟ على فكره معظم الجراحين في امريكا مش في مصر بيجي لهم سي من الماركت. الجراح لو بتشوف الجراح بيخش يطلب كلمه في بيعمل سيرجري وداكن في وسط الدم. معظم الاطباء حاجه للاسف يعني مؤسفه بياخدوا من المرض. يعني عادوا بتاعتهم والممرضات كمان بياخدوا من المريض. فالمهم لو الاجابه موجب بقى في البي سي ار، لو الاجابه سالبه بيقول له خلاص انت ما عندكش، مع ان في احتمالات برضك بيكون عندك. بس نفترض ان الاجابه سالبه بيقول لك خلاص، لو الاجابه موجب بيقول له لا انت عندك بس. طب انا بسالك سؤال، هو ليه ما طلبش من الاول مين؟ البي سي ار. عشان تكلفه الانتي بادي تيست ب 20 40 جنيه، البي سي ار 400 600.
فمش معقوله يعني بدخل كل الناس بي سي ار. لكن لما نقول له بقى لا انا عندي انطباع يعرف لك انت وين الجينوم بتاع السيد على طول والتكلفه قريبه جدا من الانطباع دي، ده ممكن يغير الايه؟ الكلينيكال جايد لاينز. يعني الكلينيكال جايد لاينز تعتمد على الموجود في السوق، لان دي كلينيكال جايد لاينز يعني جايد لاينز التعامل مع مين؟ مع المرضى، مش بنتكلم على ابحاث يعني. عشان كده انا كده بحاول الفت نظركم الى اللي بيشتغل على بيروز او على المرض يا جماعه يروح يجيب ايه؟ الكلينيكال جايد لاينز. العالم والناس اللي هم قمه في هذا المجال بيقولوا ايه؟ ايه افضل الجايد لاينز الموجوده حاليا في التعامل مع هذا؟ وبعدين نبدا احنا نقرا هذا الكلام بعنايه ونبدا نشوف ايه الفجوات اللي احنا ممكن نظبط فيها او نظبط. واضح يا كابتن؟ الحاجة الثانية يا جماعة استخدامات السيلفون في مجالات او الاي سي تي اللي هي انفورميشن كوميونيكيشن تكنولوجي في مجال تحليل الكوفيد. ودي حاجة على فكرة مسلية جدا زي ما كنت برضك اشرت الكلام امبارح ان السيلفون اندستري الموبايلات بينهم تنافس عنيف جدا وتقدم رهيب جدا في التكنولوجيا. جماعة التحليل الطبية بدأ يلفت نظره هذا الكلام، جماعة المعامل كلهم أقول الله طب احنا ممكن نستخدم جهاز التليفون دوت، سيبك بقى من التصوير وسيبك من المكالمات وسيبك من احنا بنعمل ايميل، تعال نحاول نستخدم هذا الكلام في المجال بتاعك. أول حاجة ممكن تستخدم السيلفون بتاعك كأنه إيه؟ مايكروسكوب. ودي حاجة على فكرة ممكن تروح على إي باي لو عايز. عارفين ايه بي زي سوق دوت كوم كده بس ايه بي ده في امريكا وبتقول موبايل فون او حسب الموديل بتاع الموبايل بتاعك ايفون سامسونج مش عارف ايه كذا مايكروسكوب لينز يطلع لك مايكروسكوب لينز اللي تركب على مين؟ على التليفون بتاعك تحول التليفون بتاعك الى ايه؟ الى مايكروسكوب مش هزار انت عارف ايه قوه العدسه؟ 60 اكس زوم بكبر 60 مره ما انتش محتاج تشتري ايه؟ مايكروسكوب. وهذا الكلام يا جماعه بصوا ده 40 اكس اوبجيكتيف مايكروسكوب ده 40 اكس بس مايكروسكوب وده سيلفون مايكروسكوب. بص التطابق دي خلايا دم حمراء ار بي سي بص طالعه ازاي على المايكروسكوب اللي هو شغلته مايكروسكوب بص على السيلفون ده جي ار اي نفس الكلام ده لينف سيل ار بي سي طالعين ازاي قريبين جدا يعني تلاقي فرق في بعض الاحيان تلاقي ان السيلفون مطلع صوره احسن من ايه؟ من الميكروسكوب العادي. وده يا جماعه تخيل انت الميكروسكوب اولا عباره طبعا في ميكروسكوبات شكلها ايه؟ اولا تقيله وبلطي وغاليه عشان تلاقي واحد تشكيلها واحنا كل واحد فينا ماشي بموبايل لو جبت عدسه ب 10 دولار انا كده بقى معايا مين؟ معايا ميكروسكوب. حتى ممكن تخلي ابنك الصغير في البيت يلعب فيه ويجيب نقطه ميه ويتفرج عليها ويجيب قشر بصله مش بهزر قشر بصله مش قشر بصله اللي هي اللي هي اللي فيه قشره رفيعه كده بتطلع من البصره من القشره بتشوفها بطنها طلعها حطها على شريحه حط عليها نقطه يود عشان اليود مع النشا اللي جوه الخلايا بتاع قشره البصره يطلع لي لون ازرق ويتفرج ويلاقي الخلايا متحدده حاجه جميله جدا بدل ما طول النهار بابا اعمل لي وهات لي بتاع كده طول النهار لازم تجيب لي بيزي لا انا مش بهزر هذا الكلام بيتيح يا جماعه ان احنا نشوف لو انا باخد بلاد فيلم من حد وعايز اعرف بسرعه عنده سيكند سيل انيميا عنده حاجه من الحاجات الواضحه ممكن الكلام ده يخلص من غير ما احنا نستني كذا يوم عشان نعمل تحاليل ونروح معمل التحاليل وتجيب لنا نتائج المعمل التحاليل هذا الكلام مهم في المانجمنت بالذات لو بدا العمل بطريقه منظمه. ممكن نحول السيل فون يا جماعه الى فلوريسنت مايكروسكوب باقل من 200 دولار الواحد وكل اللي محتاجينه سيل اللينز على فكره في سيت ابس مختلفه بيجي لك تيوب كده وكده عدسه وبيجيب لك سوفت وير تحطه على الميكروسكوب في كذا حاجه في الاخر بيبقى عندي فلوريسنس مايكروسكوب يعني بيقدر يقيس ايه؟ بيقيس ايه؟ بيقيس فلوريسنس يعني بالاضافه ان انا عندي لايت مايكروسكوب ممكن يكون عندي كمان ايه؟ فلوريسنس مايكروسكوب. القيمه الكبيره كمان للسيل فونز في مجال التحليل الطبيه ان هي بتعمل ليبريشن اوف داتا خلي بالك انا بقول لك ليبريشن اوف داتا يعني تحرير زي ثوره كده وتحرير مش عارف ايه ليبريشن اوف داتا غير نقل المعلومات غير كوميونيكيشن انا ممكن مثلا الاقي مثلا مريض عندي على فكره بستخدم الاستمرار ساعات المريض بصوره
فيديو عشان اوضح حاجه للدكتور معين او بصوره بالصوره اللي حته مثلا عنده حاجه في الجلد مش عارف ايه وعلى طول عاملها سند للدكتور بتديني مثلا في امريكا او هنا او هنا ويجي لي رد ده كوميونيكيشن لكن ليبريشن اوف داتا ليها معنى اكثر تعقيد يعني لو المريض ده افترض المريض عنده سكر وبيقيس كل شويه ومتابع مع دكتور الدكتور عايز يعرف مستوى السكر دي عشان يديله تعليمات مش مجرد كل ما اقيس ابعت له الرقم في جلوكوميتر نازل حديث في نفسه شريحه التليفون اول ما نتيجه يعملها بتروح هو من نفسه باعت لمين للدكتور تنزل عند الدكتور على كيرف فعارف ان النهارده حالته هنا وبكره كده وبكره كده لما يبدا بقى الكيرف يطلع منه بيكلمه خلي بالك انت مش مظبوط زود قال لي دواء دوت وزود الدواء دوت او تعالى لي عايز اشوفك او كذا ده مش كوميونيكيشن ده بيسموه ليبريشن اوف داتا الداتا تم تحريرها يعني مثلا الجلوكوميتر العادي اللي بيخزن مثلا 20 قرايه او 40 قرايه او 100 قرايه المعلومات محبوسه على الجهاز صح ولا غلط؟ لازم تاخد الجهاز للدكتور وهو بيتفرج عليها صح ولا غلط؟ تبقى لغايه بالتليفون لكن لا دلوقتي حصل ليبريشن الداتا دلوقتي بقت اكسسبل وموفبل لكل حته فدي ده الكلام لازم نخلي بالنا منه واحنا بنشتغل لان كده ممكن تبدا تشتغل وتلاقي العالم مسابقك في 10 سنين وانت لسه عمال مش واخد بالك من الجهاز you need to be aware of what's happening here انا في المجموعه بتاعتي البحثيه ونشرنا هذا الكلام السنه في 2013 في مجال البايسنسرز والبايلكترونكس اللي بتطلع في السويد عملنا تشيب ديزاين طبعا احنا كلنا بنسمع عن موضوع التشيب تشيب تشيب صح ولا غلط والله احنا عملنا تشيب في جامعه ميكانيكا ويعني الجماعه كل اللي محتاجينه كنا محتاجين منشار الجماعه صحابنا حبايبنا بتوع الهندسه الميكانيك اللي كان عندهم منشار كهرباء دول او جماعه عملنا صاحبناهم عشان ناخد المنشار من شويه مش عشان ناخده عشان نروح نبص عليه يعني وجبنا الواح من الماده اسمها البولي بريت اللي هي الماده كده شفافه الواح بوليمر كده وزي ما انتم شايفين بدانا نقص عملنا الديزاين ده على الكمبيوتر بالظبط كده على فكره ده صوابع البنت اللي شغاله عندنا هنا او اللي كانت شغاله يعني طالبه يعني فده احنا يعني مش حد تاني وقسمنا الشيب دي بطريقه معينه وكان عندنا ديزاين معين وتصور للطبق ده الحاجه اللي حيرتنا عشان نعمل الشيب دي احنا عملناها على ثلاث طبقات كنا محتاجين دبل ادهيزف تيب يعني شريط يلزق ناحيتين وبسمك معين جبناه من امريكا ما لقناهوش في مصر خالص ولا في اي حته حوالينا جبناه وعملنا الطبقات الثلاثه من التشيب وبعدين نزلهم على بعض واتعملت التشيب التشيب دي كلفتنا مش عايز اقول لك يعني عدد قليل من الجنيهات تقريبا اقل من 10 ريال اكثر من 10 اقل من 5 ريال ايه الخطه اللي احنا كنا عاملينها؟ احنا كنا هنعمل كشف عن مرض البروستاتا سرطان البروستاتا البروستاتا لها ماركر او تيومر ماركر اسمه بي سي اللي هو البروستيت سبيسيفيك انتيجين تمام جبنا الجسم المضاد عايزين جسم مضاد صح ولا شوف بقى كل شويه عشان كده انا متضايق قوي موضوع الايه الاجسام المضاده دي فاضطرينا نشتري ايه الجسم المضاد بتاع البروستاتا من شركه تمام عملنا بيه ده ان شاء الله حطينا الجسم المضاد على ماجنتيك نانو بارتكل نانو بارتكل صنعناها في المعمل بتلاقي خواص ايه مغناطيسيه معموله من حديد ما هياش ايه؟ ما هياش جولد ما هياش سيلفر ما هياش اي حاجه. فحطينا عليها الجسم المضاد وبعد كده بنحط عليها البي اس اي انتيجين ده بيجي منين البي اس اي ده؟ من دم المريض بجيب عينات من مرضى عندهم سرطان البروستاتا او مخاطر يعني وباخد منهم وبطلع بعرف هل عندهم المبكر ده ولا لا؟ بحط الانتي بادي تاني سكند انتي بادي بعمل ساندوتش يعني ساندوتش الانتي بادي الاولاني والماركر والانتي بادي التاني زي الالايزر لازم تعمل الالايزر في معمل التحليل عارفين بنتكلم عن ايه وبعدين انتي بادي تالت عليه انزايم اللي هو الالكلاين فوسفاتيز او اللي اسف اللي هو شرادش بريكسريز ماركر تاني يعني وبعدين بحط السبستريت الانزايم بيحول السبستريت دي من لون الى لون تاني اخضر او احمر وكذا فبيديني اشاره ان الماركر ده ايه موجود باخد القرايه في الاخر دي يا جماعه بسيفو مانيش محتاج جهاز يقرا لي التشيب يعني انا عملت التشيب بجيب في عينه المريض وبحطها وببدا بالريجنت الموجوده تعرف البي اس اي موجود ولا لا اللي هو بيدي لها او سرطان البروستاتا وبعدين النتيجه اللي هي بصورها بالايه؟ بالسيلفون هل في جهاز مطلوب هنا؟ مفيش اجهزه والشريحه دي بعد ما اخلص بعمل فيها ايه؟ بجيب
ادي الترتيبات. هنا بحط الانتي بادي اللي على النيوترال بارتكل لمده 7 دقائق. حذركم فدي تشيمبر بيحصل فيها رياكشن، دي تشيمبر بيحصل فيها رياكشن ثاني، دي تشيمبر بيحصل فيها رياكشن ثالث، دي تشيمبر بيحصل فيها رياكشن رابع، ودي خامس اللي بيطلع فيها اللود وبقى الاخر بصورها. طب ايه المربعات دي؟ المربعات دي فيها ايه؟ او مش اسف المستطيلات اسف يعني المستطيلات دي فيها ايه؟ حذرك لا فيها زيت فيها اويل. الله. طب انا حاطط اويل ليه؟ علشان الريجن دي ما تخلطش مع بعضها. فايه فالاويل اه انا طب حد يقول لي طب يا عم ما كنت حطيت طوبه احسن او حته بلاستيك صح ولا غلط كانت حاطط اويل ليه؟ هقول لك ليه بقى؟ لان الماجنتيك نانو بارتكل اللي هنا انا عايز بعد ما يخلصوا التفاعل هنا يروحوا ايه؟ هنا. طب همشيهم من هنا لهنا ازاي؟ مش هما ماجنتيك نانو بارتكل يبقى عايزين ايه؟ مغناطيس. طب احط فيلم اهو تحت قدامك اهو تحت الشيب اروح ممشيه كده ياخد النانو بارتكل من هنا يودوه من هناك. لو انت حاطط الطوبه بتاعتك دي هيعدوا ازاي؟ ما ينفعش عشان كده حاطين ايه؟ اويل. يعدوا في الاويل بس من غير ما بايجنت تحصل ميكسنج. يعدي من الاويل يوصل هناك يعمل التفاعل بتاعه يقعد دقيقتين خمس دقائق زي ما هو عايز يخلص يعمل ايه؟ اروح ساحبه بالمجلد من تحت يعدي الاويل تاني يوصل للشيب اللي بعدها يكمل التفاعل بتاعه وماشي لغايه لما اوصل في الاخر يديني مين؟ الكلر. اروح مصوره انا بالايه؟ بالسيلفون. بصور بالسيلفون ليه؟ طب انا كنت ممكن شفته بعينه خالصين. بصور بالسيلفون لحاجتين. اولا دوكيومنتيشن لان في مجال التحليل الطبيه لازم تدوكيومنت الايه؟ النتائج، لازم تعمل وثيقه بالنتائج. ده واحد. الحاجه الثانيه السيلفون حاطين عليه سوفت وير ماتلاب بيقيس قوه او ما مدى شده اليون. ليه؟ لان بطلع ريزلت في الحاله دي كوانتيتيف قراءه كميه وليس كيفيه، يعني فاقول عنده قد ايه بي اس ايه؟ فده حسب الكلينيكال جايد لاينز في ممكن يبقى بي اس ايه تركيز قليل لا يعني وجود ايه؟ سرطان بروستات، ولكن عند حد معين بيبدا يعني وجود سرطان بروستات، فبالتالي مهم جدا بالنسبه لي مش اعرف في بي اس ايه ولا مفيش، لازم اعرف كميته يعني هذا الكلام بالنسبه للهيباتيتس سي في الاكزامبل ملوش لازمه. انا في الهيباتيتس سي عايز اعرف في فيروس ولا ايه؟ ولا مفيش. بعد كده عاوز اعرف الكميه في حاجه ثانيه بس مش لتشخيص المرض. ادي ده تشيب حقيقيه. بص النتيجه في الاخر منها ايه؟ اخضر هي اللون اخضر فاتح وبيتقاس بالايه؟ بالجهاز اللي هو بالموبايل ودي بيطلع لي بص بص درجات درجات الاختلاف ده للكالبريشن كيرف. بنعمل كالبريشن كيرف سواء بالبي اس اي في البفر او في سبايك سيرم. على فكره كنا عملنا سؤال يعني للاذكياء فعملنا طبعا لازم نعمل كالبريشن كيرف صح ولا غلط؟ فلازم نحط الجي بي اس اي من عندنا نشيل البي اس اي ونحطه في سيرم بس سيرم ما يكونش فيه ايه؟ بي اس اي. نجيب سيرم ما فيهوش بي اس اي منين؟ نعم؟ من فيميل. برافو عليك من ست انا ما عندهمش اصلا ايه فبنجيب متاكدين 100% ان السيرم ما فيهوش ايه؟ بي اس اي وبالتالي بنحط فيه بي اس اي وبنعمل كده لان لو اي انترفيرنس هزود التركيز ولخبط لي كده مش هجيب ايه؟ بتاع شكرا انت كده دفعت مجهود الدكتور عبد الله يا شباب لسه شباب بس بس ادفانتج اوف ذا بي اس اي الشيب طبعا دي اسمها بتديني كوانتيتيف ريزلت بتعتبر كويك سكريننج تول بتبقى ديسبوزبل بخلص برمي من غير مكلفه اطلاقا ما تكلفش حاجه بتكون له نيد فور سكريننج ديتكتور ولو كوست. ايه هي التيك هوم مسج للمحاضره دي؟ اول حاجه نانو تكنولوجي من ناحيه والسيل فون تكنولوجي من ناحيه ثانيه والليد تو ذا ديفلوبمنت اوف ميجر ديسربتيف تكنولوجيز ان ذا فيلد اوف كلينيكال ميديسن. لابراتوري بروفيشنال شود بي اتنشن. لازم احنا كلابوراتوريانز وناس بتشتغل في عمليه تحاليل مع علوم تطبيقيه او حتى الاضاءه فيلد زي السهل او زي الجماعه دول ونيد تو بي اتنشن تو ذا نيو ديفلوبمنت ريليتد تو ذيس تكنولوجيز اند ادجست our near future plans accordingly. Finally, lab professionals should be highly encouraged to actively contribute back. لازم نعمل contribution للdevelopment of our own diagnostic tests that are innovative at the same time built and using nanotechnology and simple investment. شكرا لكم.
بالنسبه للشيء اللي برده سي هل تعود تعملوا منها لبره فروت احنا بنحاول وزي ما قلت يمكن مرات مناقشة خارجيه انا بالنسبه لنا حلم ان احنا نعملها لتر فلوت المشكله ان ولا لتر فلوت على حسب معلوماتنا في العالم حاليا فاحنا حاليا بننافس مع مجموعات قليله جدا اللي بتحاول تعمل لتر فلوت ديتكشن لنيوكليك اسيد كل اللاترال فلويد كونفرانس دلوقتي اساسا مبني على انتي بادي انتيجين ديفرنشال احنا الوحيدين اللي بنحاول نعمل لاترال فلويد ديتكشن انا اتكلمت مع شركه كبيره جدا في كاليفورنيا الشركه ديت وظيفتها الرئيسيه ان هي تحول اي تيست الى لاترال فلويد فيعني ما عندكش فكره يعني كميه التفاصيل اللي عرفتها في هذا المجال لدرجه ان لما بقول لك لما بجيب الفلتر بيبر وبقصها هو بيقص الفلتر بيبر كبير طبعا بيجيله فترات صغيره بيجيله لوح كبير يقعد ايه يقصه فهو بيقص السكينه اللي بتقص كده بيخلي الشعيرات جوه تبقى مايله الحته دي شويه وده بيأثر على اللفه دي انا بقول لحضرتك ادق التفاصيل حتى تكنيكالي بخصوصا بالعينين هتلاقي ان السائل وهو ماشي مش بيمشي على طول بيمشي على طول بعدين بياخد شويه شباك عشان الورقه نازله كده شويه بيمشي يعني حاجات غريبه جدا بس احنا طبعا بالنسبه لنا بيعتبر احنا يعني بناخد خطوات ما هياش يعني عنيفه لسه دلوقتي بس احنا بنبني القضيه لهذا الموضوع بس هذا الكلام تشالنج هيبقى على مستوى الدولي مش على مستوى محلي لان ما اتعملش حاجه خطا قبل كده مش للسي اي حاجه ثانيه مش بتكلم على السي بتكلم على اي بيكاس تارجت لا ده بالنسبه للايش اللي مره منه هو ده السي اصبحت بس طبعا في فرق ما بين مش عارف الفرق ده انا فاهمه ولا لا النوفال ديسك والجاد لاند ديسك هل ممكن يبقى اس في نانو بورد نوفال ديسك؟ هو هيبقى نوفال هيستحق يعني هنعمل هيأثر ازاي على الجايد لاينز وهل هيتم التطبيق بيه ولا لا الكلام ده هيتعمل على الكريتيكال تراير اللي احنا بنعملها هتخش في حوالي 1500 مريض وهنقارن ما بين الار تي بي سي ار وبناء على هذه النتائج المولده هيتحدد في جود انترفيرنس مدى قبول هذا الاختبار وطبعا احنا هنبقى ان شاء الله ناويين نقدم على اليوروبيان سيرتيفيكيشن اللي هي سي ماركينج وعلى ان شاء الله الامريكان اف اي فدي برضه من ضمن الحاجات اللي لازم ناخدها في الاعتبار ان اللي بيعمل تطوير لاي حاجه لابد ان ياخد في الاعتبار الانترناشونال ريجولاتوري ابروفال سيستم وليه؟ طب ما حد يقول لي طب انا ارجع اعمل الكلام دلوقتي ده ليه؟ طب هنشتغل الاول ولو ربنا سهل نروح ناخد الابروفال من وزاره الصحه الامريكيه ومش عارف ايه صح ولا غلط؟ غلط قول لي ليه بقى؟ لان الابروفال هيقول لك لازم تكون طورت الاختبار ده في معمل مع الايزو طب والله احنا ما خدناش الايزو ولا اعرف خلاص انت جبت كلمه ايه؟ فلازم تعرف الجايد لاينز بتقول ايه عشان لما تشتغل بخطوه واحد تبقى عارف تروح فين، انا بعد كده يقول لك انا ولا الداتا دي بتاعتك ليها اي قيمه في الاسلام. تمام؟ شكرا جزيلا لكم. عفوا يا حبيبي، توفيق. البنات مش عاملين سؤال للدكتور وان شاء الله سوف يمتد اللقاء بالغرفه النسائيه في نفسه. شكرا 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 شك